بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده نقل لحضراتكم المباراه الثالثه في سلسله مباريات نهائي دوري السوبر لكره السله موسم 2021-2022. المباراه ستقام في تمام الساعه 8:30 ما بين الاهلي والاتحاد، وننقلها على الهواء مباشره لحضراتكم. قبل ما ننتقل للمباراه ونتكلم طبعا عنها فنيا وتحليليا، بحب ارحب بضيوف اللي منوريني في الاستوديو: الكابتن محمد السلعاوي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، وايضا عضو لجنه انتقاء المواهب الحالي بالنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن محمد. اهلا بك كابتن هيثم، وان شاء الله تكون فتحه خير باذن الله. ان شاء الله. مرحب بكابتن طاهر رجب نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق ورئيس قطاع الناشئين والناشئات السابق بالنادي الاهلي وعضو لجنه انتقاء المواهب الحالي بالنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن هيثم، وبنشكر القناه على التغطيه الجميله دي المتواصله للباسكت كمان، يعني منورنا جدا. منورنا. بنرحب بنجم الاتحاد السكندري ضيفنا العزيز اللي منورنا في الاستوديو الكابتن امام عبد البديع ميشو، نجم من نجوم نادي الاتحاد ومنتخب مصر وصانع العابه ايضا. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن هيثم، سعيد جدا ان انا متواجد معاكم، ودي يمكن ثالث حلقه، ودي حاجه تشرف، والواحد بيبقى فعلا مبسوط ان هو موجود في وسط الكباتن الكبيره كابتن سلعاوي وكابتن طاهر. لا حقيقي منورنا يا كابتن، ربنا يخليك ومكانك، وطبعا شرفنا في اي وقت يا كابتن. ربنا يخليك. بنرحب بنجم نجوم منتخب مصر ونادي الاهلي واحد يعني اللاعبين المميزين في الجيل الذهبي، ولو شرفت ان لعبت معاه كابتن كريم ضيف. اهلا بك يا كابتن كريم. اهلا بك كابتن هيثم، شرف لي ان اكون مع حضرتك ومع طبعا الاسماء والقامات الكبيره في الباسكت، شرف لي اكون معاكم النهارده ان شاء الله. اعزائي المشاهدين هنروح للمباراه السابقه. المباراه السابقه كان فيها ارقام يمكن بنبقى في اخر الاستوديو التحليلي ما بنلحقش نكون جايبها لحضراتكم لان ما بيتمش الاعلان عنها، ولكن هنلقي نظره على المباراه اللي فاتت عشان نشوف فرقتنا كانت مأديه ازاي وما هو متوقع لمباراه اليوم. كابتن سلعاوي اجي لحضرتك، يمكن احنا عاملين يعني او في احصائيه نشرت عن ارقام المباراه السابقه هستطلعها مع ضيوفي. كابتن سلعاوي نبتدي الاحصائيات، اتفضل يا كابتن. بالنسبه للفيرت جول، النادي الاهلي من 51 محاوله، من 51 24 بنسبه 47%، يعني حاول على الباسكت 51 محاوله كلها، كل المحاولات كل المحاولات جاب 24، 51 جاب 24، بنسبه كام يا كابتن؟ بنسبه 47%. تمام يا كابتن. بالنسبه للنادي الاتحاد السكندري 8 وحاول 54 محاوله جاب 21، يعني بنسبه 38.9. هنا النادي الاهلي افضل ب 10%، يمكن ده اللي مبين الفرق، ده الفرق اللي يعني هو حصل في الاخر ال 10 في تمام يا كابتن. نيجي النقطه اللي بعديها اللي هو التو بوينتس او الكره المحطوطه او الكره التي تحسب باثنين. تمام. النادي الاهلي عمل 35 محاوله جاب 20 بمعدل 57.1. تمام يا كابتن. نادي الاتحاد، نادي الاتحاد خد 30 محاوله على الباسكت جاب 15، يعني 50%. نعم. هنا برضو في 7% ازيد نادي الاهلي. نادي الاهلي تمام، وده سر التفوق في الثلاث الكرات الثري بوينت. تمام. النادي الاهلي حاول 16 مره جاب 4. نعم. نادي الاتحاد السكندري حاول 24 جاب 6، الاهلي 25%، الاتحاد السكندري 25%. يعني احنا في التصويبات الثلاثيه متساويين مع نادي الاتحاد السكندري. اذا يعني زي ما حضرتك قلت يا كابتن ومشكورا، هنا بيبان قد ايه تفوق النادي الاهلي، وده اللي بيبين الحقيقه في السكور. السكور كان فرق عدد كبير من النقاط، يعني ده بيبين من الارقام. يمكن المباراه السابقه والمباراه الاولى كابتن الكرام كانوا قالوا وشفنا الارقام كانت قريبه جدا، وده اللي كان ادى الاكسترا تايم، انما الارقام هنا انت عندك في الفيلد جول اعلى، عندك في بالظبط 10% في الفيلد جول اعلى، عندك في التو بوينتس كابتن السلعاوي 7% اعلى، لكن الثلاث بوينت يعني متوازنين. لكن يبقى ان محاولات الاتحاد السكندري 24 محاوله في 3 بوينت، هو رقم كبير جدا يا كابتن، وده بيدل ان الاتحاد السكندري بيعتمد بشكل مباشر على 3 بوينت. على 3 بوينت هو سلاحه الاساسي. بالظبط. سلاحه الاساسي في جميع المباريات. نعم. الاعتماد على 3 نقاط. والنادي الاهلي وعنده اكثر من شوتر واكثر من واحد يجيد هذه الابيلتي. نعم. ونادي الاهلي صوب 16، يعني نادي الاتحاد صوب 24 كره 3 بوينت، نادي الاهلي صوب 16، اذا الثلاثه بوينت ليست هي السلاح الاساسي في نادي الاهلي، ولكن في نادي الاتحاد هي السلاح الاساسي عندما يكون نادي الاتحاد فايق 3 بوينت. ويمكن يا كابتن سلعاوي ده السر المباراه الثانيه، صح؟ اه طبعا ده السر، يعني يمكن المباراه الاولى كانوا موفقين اكتر في ال 3 بوينت. توفيقهم في المباراه الاولى في الرميات ال 3 بوينت هي السبب الرئيسي في المكسب في الاكسترا تايم. نعم.
ان هم كانوا موفقين فيها وكانت نسبتهم عاليه، لكن دلوقتي النسبتين حوالي 50%. طب بالنسبه النسبه المتساويه او عدد التريات اللي شاطها الاتحاد، هل تدل على قوه دفاع النادي الاهلي؟ يعني ان هو ممكن يكون شاط بس شاط تحت ضغط. طبعا هو 100% الدفاع بيبقى من احدى الاسباب لخروج اللعيب عن مستواه في 3 بوينت. يعني من الارقام دي يا كابتن حضرتك شايف ان النادي الاهلي نجح دفاعيا، نجح دفاعيا في الزون ديفنس، حتى في الزون ديفنس نجح دفاعيا، نجح وقف الايه، وقف الثري بوينت. الثري بوينت ودي حاجه بتهيالي يعني مهمه جدا النهارده النادي الاهلي. عايز يفوز لازم طبعًا يستمر في الدفاع. هو الدفاع طبعًا. الدفاع هو اساس النجاح وهو اساس المكسب في اي مباراه. نعم. دافع كويس هتاخد باسكت سهل. نعم. سواء تو بوينت او ثري بوينت. نعم. او فاست بوينت. اشكرك يا كابتن. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نواصل متابعتنا الفنيه وتحليلنا الفني لمباراه المباراه السابقه او جيم 2 ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نروح لارض الملعب مجمع الدكتور حسن مصطفى عشان ننقل لحضراتكم اخر الاستعدادات للمباراه مع مراسلنا الاعزاء محمد توفيق ومنا المنيسي من ارض الملعب. اتفضل يا محمد. شغلوا لنا شاشه. واضح ان في مشكله في الصوت، هنرجع تاني لارض الملعب. طيب خلينا نرجع تاني لارض الملعب وزملاء الاعزاء محمد توفيق ومنا المنيسي عشان ينقلوا لنا اخر الاستعدادات لمباراه النهارده الاهلي والاتحاد. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام في الاستوديو، كباتن مصر كابتن محمد السرعاوي، كابتن طاهر رجب، كابتن كريم ضيف، وكابتن امام عبد البديع، وطبعا برحب بالزميل العزيز منا المنيسي. اهلا بيكي في استوديو الابطال لاول مره، يعني جوله جديده من جولات استوديو الابطال كابتن هيثم، ومباراه الاهلي والاتحاد في نهائي دوري السوبر لكره السله رجال، والمباراه الثالثه من سلسله بيست اوف فايف لنهائي الدوري. مباراتين الاولتين الفريقين يمكن اقتصروا نتيجه المباراه، في المباراه الاولى النادي الاهلي يمكن لم يحالفه الحظ والاتحاد فاز 86-77، وفي المباراه الثانيه كان الفوز بحليف النادي الاهلي وقدر يفوز بنتيجه 73-60. ان شاء الله كمان النادي الاهلي يكمل النهارده سلسله انتصاراته وتكون المباراه الثانيه ليه باذن الله. مني على النادي الاهلي استعد ازاي للمباراه خاصه الفريق في معسكر طويل الفتره اللي فاتت؟ مرحب بيك في الاول يا محمد، برحب طبعا بكابتن هيثم وكل ضيوفك نجوم الاستوديو التحليلي معاك في الاستوديو، وبكل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من داخل مجمع صالات دكتور حسن مصطفى، والمباراه الثالثه او جيم نمبر 3 من نهائي دوري السوبر للمحترفين. يعني احنا موجودين طبعا، بدات عمليات الاحماء من ساعه ونص تقريبا، بدات فريق نادي الاهلي نزل الملعب وبيقوم بعمليات الاحماء من ساعه ونص تقريبا قبل بدء المباراه. الساعه 7 تحديدا كان موجود الفريق بالكامل وبدا عمليات الاحماء. يعني يمكن الفريق استعد بشكل قوي جدا لمباراه اليوم، خاصه ان هي تعتبر نهائي مبكر. يعني طبعا في اول مباراه فاز النادي الاتحاد بعد الاكسترا تايم اللي كان موجود في المباراه، بعد ما المباراه انتهت من الاصل الكوارتر الرابع ب 75-75. الكارت المباراه الثانيه او جيم نمبر 2 قدر يكسب النادي الاهلي بفرق سكور كبير. وطبعا لو بنتكلم عن نادي الاتحاد، نادي الاتحاد فريق محترم وفريق كبير، دايما بنشوف الاهلي والاتحاد دايما هم الموجودين في اي فاينل اي بطوله من اول الموسم حتى تحديدا. قدر النادي الاهلي ان هو يكسب النهارده، يعني مباراه اليوم بمثابه نهائي مبكر ان شاء الله تبقى من نصيب النادي الاهلي النهارده. توفيق يمكن اقول لك انه النادي الاهلي كان مستمر في معسكره المغلق في احد فنادق مدينه السادس من اكتوبر بجوار ملعب المباراه صاله الدكتور حسن مصطفى. امبارح التدريب كان على نفس الصاله الساعه 7 مساء، والنهارده كان في فيديو ميتنج او محاضره فيديو كانت النهارده الساعه 2 الظهر، علشان طبعا يراجع مستر اوجيستي بوش المدرب المدير الفني الاسباني للفريق كل اخطاء الفريق. ويعني دايما بنقول طبعا انه يمكن مش بس بعد الخساره بيكون في يعني بوينتس كتيره بيتكلم فيها الفريق، لا كمان التدعيم الفني والمعنوي كمان النفسي بعد المكسب بيكون اهم، علشان يقدر الفريق يواصل انتصاراته ويقدر يقوم بنفس المستوى. منا يمكن كمان كابتن هيثم، نادي الاتحاد الاسكندري مستمر في معسكره هنا في القاهره، يمكن الفريق خاض حصه تدريبيه وحيده طبعا نظرا لضيق الوقت، كانت في 9:30 مساء الامس هنا على نفس الصاله. يمكن كمان عوده المحترف النهارده كوري ويبستر لقائمه الاتحاد السكندري، رجع على حساب احمد الصباغ، وكمان استمر مؤمن مبارك دوجا في قائمه الاتحاد السكندري واستمر غياب رامي ابراهيم. يمكن نادي الاتحاد زي ما قلت لحضرتك بيستعد، لكن النهارده كمان بيستعيد المحترف بتاعه، اعتقد هتبقى مباراه كبيره النهارده، خاصه ان دي الفريق اللي هيفوز بالمباراه هتبقى المباراه الثانيه وهتقربه بشكل كبير جدا من لقب البطوله. منا يمكن كان في اصابات عند النادي الاهلي، يعني كلمينا بقى مين رجع النهارده ومين بيدعم قائمه الفريق.
بالظبط كابتن هيثم، يعني يمكن احمد اسماعيل ما كانش موجود في مباراه المباراه الثانيه للنادي الاهلي ونادي الاتحاد، لكنه النهارده موجود عشان يدعم صفوف الفريق. يعني دلوقتي هو جاهز تماما، وكان كمان بيقوم بعمليات الاحماء مع الفريق من ساعه ونص من دلوقتي. كمان عمرو زهران وعبد الله ناصر كمان بقوا كويسين بشكل كافي، وطمنا عليهم طبعا طبيب الفريق ان هم النهارده كمان هيقدروا ان هم يكونوا موجودين. الغياب الوحيد في مباراه اليوم هو بس محمد ابو النصر، الجهاز الفني او الجهاز الطبي طمنا عليه، لكن الجهاز الفني فضل ان هو ما يكونش موجود النهارده في الماتش عشان بس يديله راحه كافيه بعد طبعا ما كان بيشتكي في شد في الضمه. بالتاكيد منا اي غياب موجود النهارده ان شاء الله اي 12 لاعب هيكونوا موجودين في قائمه النادي الاهلي ان شاء الله هيكونوا قادرين على تحقيق الفوز ويكون التوفيق معاهم. يتبقى ان اقول لحضرتك كابتن هيثم حكام المباراه النهارده كان الحكم الاول هو السلوفيني بوريس كريتش، والحكم الثاني هو البولندي فويتش كليسكا، والحكم الثالث المصري سامح استفانوس. طبعا في بادره طيبه من اتحاد الكره السله المصري دكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد كان كرم بعد المباراه الثانيه طاقم الحكام اللي حكم اول مباراتين البوسني ادماير زاروبويتش والصربي الكسندر جليزيتش على يعني تحكيم اول مباراتين في سلسله المباريات النهائيه. ان شاء الله نتمنى التوفيق لطاقم الحكام يقدم مباراه كبيره، توفيق للنادي الاهلي وبالطبع تحقيق الفوز، وان شاء الله دايما يبقى النادي الاهلي في المقدمه. كلمه كابتن هيثم اتفضل. زملائي الاعزاء محمد توفيق ومنى المنيسي بشكركم شكرا جزيلا. اذا شهدت المباراه او تشهد المباراه عوده احمد اسماعيل احد المصابين اللي ما شاركوش في المباراتين السابقتين، وايضا تماثل عمرو زهران وبيدو ناصر او عبد الله ناصر للشفاء ومشاركتهم النهارده في المباراه بشكل اساسي، ودي اخبار جيده. ولكن يبقى ابو النصر خارج التشكيل للمباراه الثانيه بعد تعرضه يعني لاصابه في المباراه الاولى. نتمنى ان شاء الله يكون الفريق يعني باذن الله كامل. نرجع تاني لضيوفنا كابتن سلعاوي، نظره على المباراه السابقه واستكمال الاحصائيات. اتفضل يا كابتن. طبعا مين يتكلم عن الجولز والبوينتس غير ومين يتكلم على الريباوند غير كابتن طاهر؟ انا يعني بالنسبه للبنش بوينتس، انا كان في ملاحظه كان اتكلم فيها الكابتن ميشو المره اللي فاتت واحييه على انه خد باله منها، ان البنش بوينتس هنا اهو تقريبا الاهلي 32 والاتحاد 31، ده اكبر دليل على ان توزيع السكور، لان كان كابتن ميشو الملاحظه اللي عنده ان في ثلاث لعيبه في الاهلي جابوا 50 بوينت والباقي نعم. كل بقيه الفرقه جابت 27 بوينت نعم. انما في الماتش دوت اللي حصل توزيع، ودي مهمه جدا نعم. يعني خلينا اوضح للساده المشاهدين بنش بوينت النقاط اللي سجلها اللاعبين الاحتياطيين بعد الدفع بيهم بعد اول خمسه شاركوا في المباراه. بالظبط فتيجي هنا اهو، والدليل على صحه كلامه ان الاهلي كسب نعم. اذا يعني ده عنصر مهم في المكسب ان السكور يتوزع على باقي كل اللاعبين وكل يشارك وكل يهدف. فالملاحظه دي كنت حابب يعني نوضحها، وفعلا النتيجه ظهرت ان ال 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 السكور اتوزع صحيح محصله ان احنا كسبنا. نيجي للاسيس، طبعا الفرقتين طبعا جامدين، يعني القوه متقاربه، ف 15 16 نادي الاهلي 15 اسيست باصه حاسمه، نادي الاتحاد السكندري 16 باصه حاسمه، يعني الدنيا قريبه تقريبا متعادلين. تقريبا متعادلين، يبقى كده اللعب جماعي. برضو امام كان قال المره اللي فاتت معنى الاسيست متساوي، اذا الفرقتين او النادي الاهلي بقى افضل في اللعب جماعي. نيجي للاوفنسيف ريباوندز 5 و5 برضك، دي متعادلين نتيجه ان الدفاعات قويه. دفاعات قويه، وبعدين نيجي نلاقيها ان هي 5 و5، هي بالطبيعي كده باستمرار في اي ماتش هتلاقي الريباوند في الاوفنسيف ريباوند اللي هو سكند شوت اللي هو اقل باستمرار من اكيد الديفنسيف ريباوندز. نيجي بقى في الديفنسيف ريباوندز، وانا بقول واحنا بنقول من زمن وانت طبعا ادرى بيها، بنقول اللي بيملك السلتين الحلقتين فهو هيمتلك المباراه. نيجي هنا نلاقي 34 النادي الاهلي 24 نعم. فرق 10 نعم. ال 10 دول بالحسبه كده لو اتحطوا في سكور يبقوا 20 بونت. لا بالعكس، ده ممكن يبقوا 40. ليه؟ لان انت بتاخد تمنع باسكت
وبتحط باسكت. واللي بيأكد كلامي ان هو الاهلي كسب برضك لما يمتلك يعني يقدر يمنع ان حد يحط فيه باسكت. صحيح سكن شوت يبقى امتلك. انا 20 بونت ده انت منعت 20 بونت. لحظه مهمه جدا. الله ينور عليك. عموما يعني كل الاحصائيات لصالح الاهلي الاهلي وده كان يوضح الفرق الكبير غير الماتش اللي فات. صحيح غير الماتش اللي فات في البنش بوينتس او الناس اتوزعت عليها سكور بصرف النظر عن البنش واللي موجودين والريباوند طبعا 34 ل 24 ده فرق كبير قوي وهو ظاهر في التفوق الاهلي مما ادى ان هو قدر يكسب وكسب 13 بوينت. نعم يا كابتن. نعم اشكرك كابتن طاهر. اجي لك كابتن ميشو متعنا يلا بملاحظاتك الجميله. اتفضل. ربنا يخليك كابتن حسام. انا يمكن قبل ما اخش بس اتكلم في الموضوع ده احب اوجه حاجه من قناه النادي الاهلي المحترمه تعازينا للحكم الشاب من منطقه اسكندريه احمد بركات ربنا يرحمه يا رب ويغفر له يا رب. نخش بقى في حته يمكن زي ما الكباتن الكبيره كابتن سلعاو وكابتن طاهر اتكلموا في حاجات فعلا حساسه. احنا يمكن متفقين من اول حلقه ان لعبه كره السله هي لعبه ارقام وهي الارقام دي هي اللي بتحدد وبتشوف يعني تمسك اي ستاتستيك في اي جيم هتعرف الفرق. في حاجات ارقام مفزعة زي ما بيقولوا. وخصوصا يمكن في حتة أنا بلاحظ يمكن بدأت تقل يمكن من الأجيال اللي قبل كده كل ما بتشوف كرة النسب بتبقى غريبة في حتة الفري ثرو الفاول شوتينج. أنا يعني النهاردة أغلبية اللعيبة يمكن في لعيبة لحد النهاردة يمكن بتلعب في منتخب مصر عندها مشكلة كبيرة جدا في الفري ثرو. لو تلاحظ ان يمكن في الجيمين اللي اتلعبوا ما بين الاهلي والاتحاد ارقام غريبه جدا. يعني يمكن الجيم الاولاني يمكن نادي الاتحاد السكندري في الفري ثرو شايط 17 كوره جايب منهم 14 بنسبه 82% ونسبه طبيعيه في الفري ثرو ده المفروض 85 80 90 ده الطبيعي. المهاره الوحيده اللي بتؤدى بغير دفاع بالظبط. النهارده نادي الاتحاد شايط 17 جايب منهم 14 الجيم الثاني شايط 24 كوره جايب 12 يعني بنسبه 50% رقم مفزع. يمكن النادي الاهلي في الجيم الاولاني كانت النسبه بتاعته 76 67% زادت احسن من النسبه في الجيم الثاني وكانت احسن. في حاجه اخر حاجه يمكن عايز اقولها في السكند شانس بوينت اللي هو ده حاجه غريبه جدا. نادي الاتحاد في الجيم الاخير عامل 2 الجيم الاولاني 15 كوره. عارف يا كابتن هيثم شوف المتخيل. روح بقى للنادي الاهلي 6 في الجيم الاولاني 6 الجيم الثاني جايب 20. فالموضوع الموضوع واضح خلاص. كابتن كريم سريعا برضو اتفضل يا كابتن اسمع راي حضرتك سريعا. تمام. هو الارقام فعلا بتدي انطباع عن سير المباراتين اللي فاتوا بالنسبه للنادي الاهلي ان هو بدا الماتشين الاولانيين بنفس البدايه كان فيها اهتزاز شويه. المباراه الثانيه تختلف عن المباراه الاولانيه ان هو قدر يرجع يعمل ديفنس اللي احنا بنقول عليه ديفنس البطل اللي عايز يحقق البطوله وهو ده اللي عمل معاه الفرق. نادي الاتحاد قدر يحافظ على الريتم بتاعه في الماتش الاولاني من اوله لاخره ولكن حصل له دروب في الشوط الثالث فعشان كده ما قدرش يواكب الفوقان او الكامباك اللي عمله النادي الاهلي. فكانت المباراه الثانيه صالح النادي الاهلي. الارقام بتاعه الستيل بنقول ان 10 ستيل للنادي الاهلي 13 للنادي الاتحاد وده راجع طبعا للسيستم الديفنس اللي كابتن مرعي بيعمله ان هو بيضغط باستمرار فطبعا الستيل عندهم اكتر وده ياخدنا بعد كده للترن اوفرز. النادي الاهلي عنده 19 ترن اوفر والاتحاد عنده 18 ترن اوفر. الحته دي ممكن تكون راجعه شويه للضغط اللي موجود بحيث ان ده ماتش فاينل وده ماتش نهائي وممكن تكون اللعيبه مجهده شويه فنسبه الترن اوفر في الفرقتين عاليه. بالنسبه للبلوكات النادي الاهلي عنده 5 بلوك عامل 5 بلوك استاذنا كابتن كريم معلش عشان احنا لازم نروح لارض الملعب. بشكرك كابتن كريم. كابتن احمد مناع اذا انتهت احداث الفتره الاولى بالتعادل 31-31. بالرجوع لضيوفنا في الاستوديو كابتن ميشو. جيم من اسرع الجيمات اللي احنا اتفرجنا عليها وخصوصا في الكوارتر الاول والثاني على الرغم ان لو بصينا في الجيمين الاول والثاني
هتلاقي ان اسكور ده 31-31 هو اقل اسكور من الجيم الاول والثاني. الجيم الاولاني 47-40، الجيم الثاني 55-54، الجيم ده 31-31 ولكن اسرع، في سرعه من الفرقتين. يمكن بدايه نادي الاتحاد في اول 4 دقائق كانت بدايه قويه جدا، بدا ياخد السلاح. سلاح نادي الاتحاد هو 3 بونت، ده واضحه سلاح نادي الاتحاد 3 بونت. يمكن خلص الكوارتر الاولاني 18-14، منهم نادي الاتحاد جايب 12 بونت 4 3 بوينت، فهنا ده السلاح بتاعه. الديفنس اللي لعبه يمكن نادي الاتحاد جابوا في الاول، جابوا في الشوط الثاني 3 بوينت صح، الشوط الكوارتر الثاني جابوا 2، جابوا 2 يعني توتال 6 3 بوينت بالظبط. هنا النادي الاهلي راجع للجيم بسبب، بنفس سبب هو تفوق نادي الاتحاد. يعني التفوق نادي الاتحاد كان هو السبب ان خلى النادي الاهلي يرجع للجيم. كم المس في 3 بوينت مع اداء نادي الاتحاد بدا يقل في حته البريشر او الديفنس، بدا يقل. يعني الريتم بتاع نادي الاتحاد في بدايه الكوارتر الاولاني مختلف تماما عن بدايه الكوارتر الثاني. تفوق يمكن في النادي الاهلي واضح من الاول في بدايه الجيم، اللي خلى ماشي النادي الاهلي في البدايه يمكن عمرو زهران كان ماشي، يمكن هو حاطط من اول 11 بونت حاطط تقريبا 8 بونت. بعد كده بدا النادي الاهلي يقف في ايه، بدا الديفنس بتاعه، الاوفنس بتاعه، عدم الاستعجال. يمكن في البدايه، يمكن في الفتره الاولانيه استعجال واحد زي ايهاب امين، كوره في 2 بعد ما بيعملوا جود ديفنس، النادي الاهلي بيعمل جود ديفنس بيجري كور مستعجله جدا، خلى حتة النادي الاتحاد هو اللي يبدأ يفرق. الكوارتر الثاني رجع النادي الاهلي وعملوا خلاص قسموا العملية بالنص زي ما بيقولوا، وانتهت 31-31. كابتن كريم، رأي حضرتك في الفترة الأولى والثانية؟ تمام، أنا متفق مع الكابتن ميشو. طبعا البداية خلينا نتكلم على الديفنس بالنسبة للفرقتين، الفرقتين بدأوا ديفنس كويس. لو بنيجي نتكلم للأوفنس، الاتحاد بدأ أوفنس كويس مركز، الأهلي عنده مشكلة في الأوفنس في بداية الماتش، إن اللعيبة مستعجلة تكسر اللعب، كله عايز يعمل الحل الفردي بسرعة في أول الهجمة، تمام؟ فده خلى إن في تقريبا 14 خطأ حصل من ما بين 3 ووك، 2 اوفنسيف فاول على عمر طارق بقى اوت اوف ذا جيم، واحده 24 ثانيه، في 3 4 تيرن اوفر. فالكلام ده كله في استعجال من لعيبه النادي الاهلي في الكوارتر الاولاني، خلى ان الاتحاد يقدر يفرق لغايه 18-12 او كان اكتر من كده. لما جينا نبدا بقى الشوط الثاني، بدا الاهلي يركز شويه، بدا يرجع لان هم بيلعبوا بالراحه. وبعدين في تغييره مهمه جدا عملها كابتن اجوستي، ان هو بدا ينزل عمرو الجندي 4 يلعب 4. فلما بدا يلعب 4 بدا يبقى فيه بنتريشن شويه، يبقى فيه تفوق في السرعه شويه على نادي الاتحاد. نعم. تمام. النقطه اللي هي ملاحظه جدا، ان اوجستي ما غيرش سيستم الديفنس طول ال 20 دقيقه. نعم. دوت لعب مان 20 دقيقه، ما لعبش زون ولا مره، في حين الاتحاد لعب زون. بس خايف يلعب زون مع التوفيق العالي في الدقيقه. تمام، بس انا خايف ان ده ياثر على اللياقه للعيبه في الثالث والرابع. كويس. تمام. الكابتن مرعي غير، لعب مان شويه، لعب زون شويه، لعب زون بريس شويه. تمام، حصل الدروب اللي احنا على طول متوقعينه من نادي الاتحاد في اخر مثلا الشوط الثاني، فعشان كده الاهلي بدا يرجع. عمرو زهران برافو، مركز، هو اللي بيرجع النادي الاهلي للجيم. فدي يعني اهم من النقط اللي احنا بنتكلم فيها في ما بين الشوط الاولاني. اشكرك يا كابتن كريم. كابتن سلعاوي، يمكن الفتره الاولى والثانيه شهدت تفوق رميات ثلاثيه كبير جدا من الاتحاد، 6 رميات ثلاثيه ب 18 نقطه من اصل 31. احنا بنتكلم في حوالي 60% او 70% من سكور النادي الاتحاد 3 بوينت، وهو شيء ذراع ذو حدين، لو توفقت هتكسب، لو ما توفقتش اكيد هتخسر. احنا قلنا الكلام ده في بدايه الاستوديو التحليلي، قلنا ان نسبه المحاولات اللي بيعملها نادي الاتحاد على السله بال 3 بوينت نسبه كبيره جدا. نعم. لو وفق بتبقى في مشكله بالنسبه لاي فريق. فلكن النهارده انا شايف ان المباراه سريعه جدا في الشوط الاول والثاني. الشوط الاولاني الاهلي استطاع ينهيها 18، الاتحاد استطاع ان ينهيها 18-14. الاتحاد كان دفاعه قوي جدا، بيلم مستحوذ على الكور، بيطلع فاست بريك. الاهلي بدا يحسن يعني، وظهرت برضو بعض ملامح ان الاهلي كان في الشوط الاولاني بالذات بيجيب باسكت بصعوبه. السبب يا كابتن وجهه نظر، السبب الاربعه والترن كوره المقطوعه، واثنين فورسنج بالنسبه لعمر طارق، وزائد بعض الاخطاء يعني الدفاعيه.
لكن انا اعتقد ان بس بتهيألي يا كابتن التشارج او الفاول المهاجم اللي بتحسب على عمر طارق جزء عليه وجزء على تومسون، لان الحقيقه تومسون ما بياخد الدريبل وبيجي ياخد الهاي سكرين ما بيروحش على السكرين، بيروح واخد ربيع على واسع، بياخد ربيع على واسع فبيضطر يتحرك عشان يتحرك. هو هي عدم اتفاق ما بين الاثنين، هو طبعا السكرين ده بيبقى اتفاق بين اللاعب الارتكاز وبين البوينت جارد، بحيث ان هو بيبقى متفقين عليه في التمرين ازاي اللي هياخد السكرين منه. اي تحرك او اي سوء يعني بيقولوا التفاهم بين الاثنين بيؤدي الى خطا عكسي. اللي عايز اقوله برضو ان في الشوط الاولاني كان الولد عمرو زهران كويس جدا وماشي بقاله فتره كويس ما شاء الله يعني. وبرضو عمرو جندي في مشكله في الاهلي في مركز اربعه باينه قوي وواضحه جدا، واللي بيقدر يغطيها دلوقتي عمرو جندي في بعض الاحوال، لكن في مشكله في المركز اربعه. اشكرك كابتن سلعاوي، اجيك كابتن طاهر. يمكن الشوط الاول شهد تفوق بصراحه للفرقتين في الدفاع وفي الريباوند، يعني انا ما حسيتش ان في فرقه احسن من الثانيه في الريباوند، الاثنين في الديفنسيف ريباوند الاثنين كل واحد محافظ على حلقته كويس. هو طبعا زي السيناريو بتاع كل مره ان في الكوارتر الثالث الاهلي كمان هيفوق، بس هو ابتدى بدري شويه في الكوارتر الثاني. وعموما الماتش سريع سرعه غير عاديه، الاهلي طبعا الاوفنسيف فاولز الاثنين بتوع عمر طارق دول اللي هو الفاولين دول، وزائد ان في كورتين واحده من احمد اسماعيل وواحده من سيف سمير من تحت الحلقه سهلين جدا، سهلين جدا بدون ادنى دفاع، سهله جدا. بس عموما الاهلي بيبتدي يطلع بنفس الطريقه وبنفس السيناريو بتاع الماتش الاولاني والماتش الثاني. يعني حتى حكايه الاوفر تايم متعادلنا في اخر ثانيه. طب كابتن النهارده يمكن مستر اجوستي النهارده في الروتيشن اسرع، يعني انا ما شفتش لعيب قاعد من اربع خمس دقائق، يعني النهارده التيمبو او السبيد اللي بيعمل بيه الروتيشن مش المتعمدين عليه في الجيم الاول والثاني، ده سببه ايه يا كابتن؟ اعتقد ان هو ده الاستراتيجيه بتاعته، بس النهارده اسرع ما بيصبرش عليك في حاجه، ده بيقعد دقيقتين ثلاثه يطلعه ولا عشان الاجهاد. انا اللي اعرفه ان الراجل ده بيذاكر الماتشات اللي بيلعبها بيقعد يذاكرها فاعتقد ان هو حكايه الروتيشن ان هو عمله اسرع، ده من وجهه نظره ان كان محتاجه يعمله في الماتش الاولاني او الثاني. يعني هو ما بيعملش المساله عشوائي يعني. اكيد في ليه فكره. قد يحكموا فاولات برضه. وبعدين كمان التفوق هيبقى للاهلي، لان قبل كده انا قررت ان الاعمار السنيه بتاعه الاهلي اصغر من بتاعه الاتحاد، فرق واضح وملموس. فالريكفر والناحيه البدنيه بتلاقيك انت في الكوارتر الثالث، ويمكن احنا لاحظناها حتى في الكوارتر الثاني الاتحاد ابتدى يقل شويه. طب كابتن يعني عشان احنا دقيقه او دقيقتين ونروح الملعب، يعني في 30 سنه توقعات حضرتك للفتره الثالثه والرابعه، ايه التوقعات؟ انا توقعاتي ان الاهلي هيتفوق تقريبا في الكوارتر الثالث، هيبتدي العاده بتاعته ان افضل اشواطه بتبقى الكوارتر الثالث، والرابع برضك زي ما شفنا ان احنا الثالث والرابع بنبقى ماسكين الماتش، رغم ان احنا اتغلبنا اول ماتش بس في الاوفر تايم نتيجه ان انت ربنا ما وفقكش وجبت باسكت واحد. صحيح كابتن سلعاوي، توقعات حضرتك؟ توقعاتي ان الاهلي بيعتمد في الشوط الثالث على فرض اسلوب لعبه وسيطرته على الجيم واللعب السريع وبيستحوذ على السلتين. بس انا عايز اقول برضو نقطه مهمه جدا، ان خلاص شغل المدربين قد يكون انتهى دلوقتي، المطلوب هو اللعيبه هي اللي بتادي، هي بالروح بالعزيمه بالاصرار. لان المباراه النهارده مباراه تعتبر فاصله، اللي يكسبها هيعدي فتره. نعم يا كابتن. كابتن ميشو في 30 ثانيه توقعاتك تتوقع. توقعاتي خصوصا في الفتره الثالثه، لان دايما النادي الاهلي هو دايما المتفوق في الفتره الثالثه، لو نادي الاتحاد قدر يوقف الفتره دي هتفرق، ممكن ياخد الجيم لصالحه. انما لو فضل الريتم زي النادي الاهلي ما هو متعود، لا ممكن الموضوع يعني لو كل الكلمه طلع يبقى النادي الاهلي فهي دي، لان اكيد كلهم هم الفرقتين عارفين، لان بنسبه 60% او 70% اللي يكسب النهارده هو اللي بيقرب لصحيح الدوري. صحيح. كابتن كريم، انا توقعاتي ان اجوستي هيقلل بقى الروتيشن اللي عمله، وهيبدا يركز على كام لعيب، وهيبدا زون
ولو الاتحاد ما عرفش يلعب على الزون بتاع النادي الاهلي والاهلي لعب زون وركز على الفاست بريك الاهلي هيكسب الماتش لان هو ما لعبش زون خالص فبالتالي هيبدا بزون لان دي عقده نادي الاتحاد مع الاهلي ان هو ساعات كتير ما بيعرفش يحل الزون. الاتحاد موفق مش الماتش اللي فات كان مش موفق تمام بس برضه هو عارف ان لما هو بيلعب زون الاتحاد بتبقى عنده مشكله بتبقى عنده مشكله كبيره ما بيقدرش يحل بالحلول الفرديه قوي الزوم بتاع اللي بيلعبه النادي الاهلي فده الكارت انا متهيألي اللي هيبدا بيه يعني ده توقعي انا ما اعرفش هو يعني. اشكرك يا كابتن اشكركم كابتننا خلينا نروح لارض الملعب ومعلقنا الكابتن مناع بس قبل ما نروح لارض الملعب لازم نبارك لفريق كره اليد سيدات حصوله او حصلنا على بطوله المنطقه القاهره منذ لحظات بالفوز على نادي الشمس 34-24 والمباراه اقيمت على ملعب سيتي كلاب بالسلام الف مليون مبروك لفريق كرة اليد سيدات بقيادة الكابتن يحيى يوسف الفوز ببطولة منطقة القاهرة. نطير إلى مجمع الدكتور حسن مصطفى مباراة الاتحاد أو الأهلي والاتحاد المباراة الثالثة في سلسلة المباريات واللي انتهى شوطها الأول بنتيجة 31-31 إلى معلقنا الكابتن أحمد مناع. شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي 63-60 في مباراه حبست الانفاس حتى النهايه. هارد لك نادي الاتحاد الف مليون مبروك نادي الاهلي. يتقدم النادي الاهلي في السلسله 2-1 وتبقى مباراه وحيده ويفصلنا عن اللقب فوز واحد من اصل مباراتين متبقيتين. نطلع لفاصل سريع اعزائي المشاهدين عشان ارجع لضيوفي ونحلل معاهم المباراه واداء الفريقين ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ارجع لضيوف اللي منوريني في استوديو ابتدي كابتن سلعاوي. يمكن احنا عندنا يعني ازمه شويه بنطلع واخر المباراه بيتم تعويض الفرق. حصل في الجيم الاول نفس السيناريو وكان هيحصل النهارده نفس السيناريو. تبرر ده بايه يا كابتن سلعاوي؟ الحمد لله فوز النادي الاهلي للمره الثانيه على التوالي على نادي الاتحاد السكندري وهارد لك نادي الاتحاد السكندري. ده لا يقلل من نادي الاتحاد يعني رياضه مكسب وخساره. واللي عايز اقوله برضو ان احنا زي ما كنا متفقين في المباراتين السابقتين ان الشوط الثالث هو شوط النادي الاهلي تملي. ايهاب امين كان ماسك الشوط ده وهو شوط النادي الاهلي. اعتقد ان صعود الاهلي بفرق 8 او 9 نقاط ابعد الثقه شويه على لاعبي الاتحاد في الفتره دي. قدرت بعد كده لاعبي الاتحاد يتماسكوا ويوصلوا ل 61-60 و لاخر المباراه. لكن اللي انا عايز اقوله ان معظم اللاعبين اعتقد ان بدنيا شويه بدا الاجهاد يظهر. طبعا ثالث مباراه يا كابتن واستاذ حضرتك خلينا نروح لارض الملعب وزميلنا محمد توفيق ولقاء مع صاحب الثلاثيات القاتله عمرو الجندي. اليك الكلام يا محمد. شكرا للزملاء في الاستوديو. مباراه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي والفوز الثاني على التوالي في سلسله بيست اوف 5 ونهائي دوري سوبر الرجال. مباراة بتقربنا كتير جدا من لقب النادي الاهلي غايب عنه فترة كبيرة. ان شاء الله لعيبة النادي الاهلي قادرين باذن الله على تحقيق البطولة. يعني معايا عمرو الجندي احد نجوم اللقاء. عمرو فضل على اللقب خطوة. يعني تقولي على المباراة الكبيرة النهاردة اللي عملتوها وشايف ان شاء الله اللي جاي ازاي؟ طبعا اول حاجة شكرا ليك والف الله يبارك فيك. يعني الحمد لله احنا لسه بدري جدا ما عملناش أي حاجة. مش عايزين نتخدع بالمكسب النهارده. لازم نحضر كويس قوي للماتش الجاي ولازم نبقى مستعدين كويس جدا عشان ما نسيبلهمش فرصه يرجعوا واحنا ان شاء الله نقدر نخلص الماتش الجاي. احنا ما يعني مش بنحتفل مش بنعمل اي حاجه قافلين على نفسنا وان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نكسب الماتش الجاي يعني. بس لحد دلوقتي لسه ما عملناش اي حاجه. يعني عمرو يمكن البدايه ما كانتش موفقه شويه في اول كوارتر. الكوارتر الثاني والثالث يمكن قدرنا نرجع ونفرق كتير. يمكن في بعض بس التراجع في الكوارتر الرابع. يعني ايه الاسباب شايفها من وجهه نظرك في الملعب؟ هو يمكن عشان التوتر في الاوقات دي احنا مشدودين اكيد شويه. نسبنا النهارده برده للاسف ما كانتش كويسه بس احنا قدرنا نعوضها بالدفاع قوي. بندافع كويس قوي بقى لنا ماتشين فبتخلينا ممكن حتى الدفاع الكويس بيخلينا نتعب اكتر ويخلي الاوفنس مش يعني مش موفقين شويه فيه. وهم طبعا فريق فلسفتهم الدفاعيه قويه بس انا الحمد لله يعني قادرين ماشيين يعني زي ما احنا عايزين والحمد لله كده 2-1 بس لسه يعني ان شاء الله هنركز هنستعد كاننا احنا اللي خسرنا عشان نستعد احسن وان شاء الله ربنا يكرمنا في الماتش الجاي. جمهور الاهلي واثق فيكم جدا ومستني البطوله السنه دي. يعني ان شاء الله احنا هنموت نفسنا ان شاء الله ونقدر نفرحهم الماتش الجاي ويبقى كملنا الموسم
يعني ان شاء الله يبقى تاريخي ونقدر نكسب كل البطولات، بس لسه فاضل ان شاء الله لسه ماتش مهم جدا هنعتبره كانه نهائي كاس ان شاء الله. ان شاء الله شكرا عمرو، بالتوفيق ومستنيين البطوله باذن الله. شكرا ربنا يخليك. شكرا عمرو. ده كان لقاءنا مع نجم النجوم فريق النادي الاهلي عمرو الجندي، يعني ان شاء الله مباراه واحده النادي الاهلي يقدر يحقق الفوز ويحقق بطوله الدوري باذن الله، ودايما النادي الاهلي في المقدمه. الكلمه ليكم اتفضل. محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا، وده كان لقاءنا مع عمرو الجندي اللي يعني ما شاء الله حط ثلاثيه في وقت قاتل، يمكن حطتنا بعد ما كان الاداء بينزل رجع تاني الروح لفرقتنا. كابتن سلعاوي نستكمل كلامك، الكلام مع حضرتك، حضرتك كنت بتقول ان احنا يعني الناحيه البدنيه بان الاجهاد على الفرقه شويه. بان الاجهاد والتعب على الفرقه في المباراه الثالثه، وده شيء طبيعي، ولكن اعتقد ان الاستشفاء والحاجات دي ممكن ان شاء الله اللعيبه تعود بسرعه، لان المباراه الرابعه اعتقد هتبقى من اصعب المباريات، لان التملي اللي بيلعب في المباراه دي هو الاتحاد ليس امامه الا انه يفوز لو عايز يفضل في البطوله، واعتقد ان الاهلي مصمم على ان شاء الله يكسب ان شاء الله. بيقرب خطوه يعني، ومباراه النهارده قربتنا خطوه كبيره كبيره جدا، واعطت الثقه للعيبه وقعدت لهم الروح والاصرار. واعتقد برضو اللي عجبني جدا ان اللعيبه لما كنا كسبانين 9 بونت وقدر نادي الاتحاد السكندري يعوض ما اهتزوش، وبرضو اللي ظهرت عندهم روح الفانيلا والتماسك، وقدروا يوصلوا للمباراه الى بر الامان. لكن كل ما نخشاه هو عمليه الاجهاد، لكن الاتحاد قربنا، الاهلي قربنا وقربنا قوي بالنسبه للبطوله ان شاء الله. نعم كابتن سلاوي بشكر حضرتك. خلينا نروح لارض الملعب مره اخرى وزميلتنا منى المنيسي ولقاء مع عمر عزب. اتفضل يا منى. كابتن هيثم برحب بيك مره ثانيه وبرحب بنجومك طبعا، نجوم الاستوديو التحليلي وكل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي. الف مبروك طبعا الفوز في الجوله الثالثه من بيست اوف 5، فوز طبعا مهم وصعب، ودلوقتي في اللحظات الحاليه معايا طبعا احد نجوم مباراه اليوم كابتن عمر عزب. برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي ومبروك طبعا. ارسم كابتن هيثم، طبعا النهارده كان ماتش صعب جدا الحمد لله، يعني احنا مش في احسن حالاتنا لسه ما وصلناش التوب فورم، بس الحمد لله بنبذل مجهود دفاعي كبير جدا، وده اللي بيخلي الحمد لله في مكسب في الاخر الحمد لله. يعني الماتش يمكن استثنائي او بشكل غريب مشي في الاول، انتوا كنتوا بعيد شويه الدنيا، بعد كده بقيتوا ايكوال جيم، بعد كده قدرتوا ان انتوا تفتحوا السكور وتاخدوا الليد، وبعد كده رجعتوا تاني. انت شايف الماتش مشي ازاي؟ لا هو ماتش صعب جدا، فريق الاتحاد فريق كبير جدا، وكابتن مرعي طبعا كابتن مدرب كبير جدا، الماتش صعب، ماتشات فاينل كلها كده، مفيش ماتش فاينل سهل، بس احنا بنبذل مجهود دفاعي كبير جدا، وباين الحمد لله المجهود اللي احنا بنعمله حتى لو احنا مش متوفقين شويه في عدم توافق، بس الحمد لله ربنا يعني بيبارك لنا عشان بنبذل مجهود وفي الاخر الحمد لله بنكسب. عدم التوفيق اللي حصل في الاخر والتراجع اللي حصل انه في حاجات كتير ضاعت، ده كان بسبب ايه؟ انتوا ضغطتوا حسيتوا ان انتوا خلاص الماتش بتاعكم، ولا كان ايه السبب؟ لا هو ده طبيعي طبعا، نتيجه تعب الدفاع، احنا بنبذل مجهود دفاعي كبير جدا وهنبذل مجهود اكبر ان شاء الله، وفاضل خطوه واحده وان شاء الله نبقى قدها ان شاء الله. فكره ان الماتشات قريبه قوي من بعض 24 ساعه بس راحه، بتعملوا ايه في النص ان انتوا تبقوا استعدتوا جسمكم ولياقتكم البدنيه بشكل قوي ان انتوا تقدروا تكملوا، خصوصا الماتشات كلها مهمه وقويه؟ طبعا احنا معانا جهاز طبي وعلى اعلى مستوى، يعني بيخلينا ننزل ثلج طبعا، نعمل ريكفري، بننزل ان احنا نعمل ستريتشات كل يوم، لازم جسمنا يرتاح على قد ما هو يقدر عشان نلحق ان احنا نريح في يوم واحد والماتش يعني اللي بعديه على طول نبقى جاهزين الحمد لله. بشكرك جدا ومبروك. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع احد نجوم مباراه اليوم، العوده اليك مره ثانيه في الاستوديو. اتفضل منا بشكرك شكرا جزيلا، وبرافو عليك يا عمر الاداء صح، مش لازم نكون في التوب فورم ولكن الدفاع هو كلمه السر، احييك على هذه الكلمه. كابتن طاهر راجل حضرتك اكيد لك يعني راي فني في الفتره الثالثه والرابعه. انا شايف ان السيناريو متكرر في 3 ماتشات، نفس اللي حصل الكوارتر الاولاني، تفوق ظاهر الاتحاد الكوارتر الثاني النهارده، يمكن احنا رجعنا بدري وحصل ان احنا تعادلنا في الكوارتر الثاني، اما في الثالث والرابع اعتقد ان السيطره كانت للاهلي زي الماتش الثاني وزي الماتش الاولاني، هو نفس الشيء. وانا مع يعني اعتقد كمان ان الماتش الرابع هيبقى الى حد كبير لصالح الاهلي، لازم ناخد بالنا ان احنا النهارده الاهلي ناقص لعيبه. نعم. انما الاتحاد هو اللي يعني انت عبد الله ناصر مش موجود. الماتشين مش موجود. ابو النصر مش موجود. مش موجود. احمد اسماعيل بيلعب اول مره. احمد اسماعيل لاول مره، عمر طارق ما لعبش فتره مش جاهز. كبيره. مش جاهز. دول اللي هيبقوا اللي كلمه السر الماتش جاي؟ التقل، لان اعتقد ان دول فرقه او دول
يعني ممكن تكون منهم 40% من الفريق بالظبط. ودول اعتقد لو يعني اشتركوا في هيعملوا تقل للاهلي. خلي بالك كابتن النهارده الكابتن اشرف الجمال كمان لان المشكله دلوقتي كلنا بنتكلم على ان المشكله هو الارهاق ان الناس هتتعب. صحيح، فدي اجابه على التساؤل. وغير كده الروتيشن كمان، الروتيشن بتاع هو صحيح الروتيشن في الاثنين، بس انت عندك في الاهلي ناس كتير قاعده نتيجه اصابه، نتيجه صحيح. ان هو لسه ما مش جاهز. مش جاهز، نتيجه ان طريقه اللعب زي مثلا في بريسات في حاجه تطلع عمر طارق، فكل دي ذخيره او حاجه ممكن تساعدك في الماتش اللي جاي. في الماتش الجاي نعم. انما بالنسبه للاتحاد اعتقد برضك هي مشكلته الثالث والرابع. ليه بس يا كابتن اقول لحضرتك حاجه بامانه، يعني خلينا برضو نقول الكلمه انه نادي الاتحاد قرب جدا النهارده، يعني نادي الاتحاد وصل بوند وكان قاب قوسين ادم يكسب، يعني في كره الويبستر شاطها من نص الملعب ولعبت في الحلقه وطلعت، وايضا هايس كمان، يعني نادي الاتحاد بيستطيع انه يعمل كامباك. يعني لو احنا بيعمل كامباك بس بيعمل تيرن اوفر في نفس التايم في نفس الوقت، هتلاقي كميه التيرن اوفر اللي بيعملها الاتحاد في الكريتيكال تايم او في الوقت الصعب كتيره جدا. والاهلي بيعمل كمان كمباك. الاهلي النهارده يعني للاسف توصل مش موفق في الـ في الـ في, الـ في اول باصه، ومش موفق انه يطلع بالكوره، فبرضه نفس المشكله عندنا، نفس المشكله، بس هي النتيجه في الاخر بتقول ان هم تيرن اوفر او زي ما قلنا حكايه الريباوند لما نعم. يبقى الفرق في الريباوند في الديفنسيف ريباوند 10 يبقى 20 بونت او ممكن تزيد لو طلع بره والشوط الثلاث نعم. فطبعا المؤشرات كلها بتقول ان الاهلي ارجح نعم. ده الماتش الجاي ان شاء الله، يعني ان شاء الله يعني انت بتتكلم على الماتش الجاي. انا بتكلم على الماتش الجاي لان الناس كلها بتقول لك ان البيست اوف 5 مشكلته دلوقتي في مصر الارهاق انك ضغط وعصبي وفي ماتشات فاينل وماتشات مصيريه نعم. وكل ماتش تحس ان هو فاينل مبكر وان هو ده ممكن يوصله البطوله او ما يوصلوش. نعم يا كابتن نعم. فبالتالي يعني انا شايف ان انت لسه عندك ذخيره، يعني دول كتير وناقصين في الماتش النهارده. مش دول ناقصين في الماتش نعم. النهارده؟ ما تعبوش يعتبر. ايه اللي حصل؟ كسبنا النتيجه كسبت. صح، احييك يا كابتن ميشو، شايفك كاتب كتير والورقه مليانه ملاحظات فنيه، اتفضل يا كابتن. لا والله هو طبعا مبروك النادي الاهلي، هارد لك نادي الاتحاد. النادي الاتحاد عليه علامه استفهام، بمعنى كده بمعنى ان تحس ان بدا الطريق والبنزين عمال يخلص ومفيش محطه بنزين قادر يخشها. بادئ بقوه، بادئ بدايه المباراه بكل قوه، وثلاث مباريات كده وكل مباريات، ولكن هنا في حاجه يعني خلاص العرض مستمر، الا وهي الفتره الثالثه. لو بصيت للفتره الاولى والفتره الثانيه، اربعه بونت هنا اربعه بونت هنا، حتى الفتره الرابعه، يعني النادي الاتحاد ما قالش في الفتره الرابعه، النادي الاتحاد كسبان في الفتره الرابعه نعم. يعني النادي الاتحاد كسبان في الفتره الرابعه 19-16، ولكن هي المشكله الفتره الثالثه، هي كلمه السر الفتره الثالثه. من اول جيم كانت واضحه جدا على نادي الاتحاد، من اول جيم نادي الاهلي 15-7، اول جيم نادي الاتحاد حاطط في الفتره الثالثه 7 بونت. نفس الكلام في الجيم الثاني، حاطط كام؟ حاطط 15 بونت ونادي حاطط 16 بونت، الاهلي حاطط 26 بونت فكان الفرق 10 بونت. النهارده لو بصيت النهارده الجيم ده المشكله كلها ظهرت في الكوارتر الثالث، مع النهارده السلاح بتاع نادي الاتحاد اختفى تماما في الفتره الثالثه والرابعه اللي هو 3 بوينت. شوط الفتره الاولى والثانيه حاطط 6 بونت، الفتره الرابعه الثالثه والرابعه حاطط في الفتره الثالثه حاطط كوره واحده بس من كوري، والفتره الرابعه الكوره اللي دخلها كوري اللي هو شاتها في اخر الجيم. انت جاي النهارده في اخر دقيقه بتشوط 3 بوينت، والكوره اللي جابها فوده اللي هي اتحسبت بعد كده كان في خطا فني حصل
فالنهارده السلاح ده خلاص نادي الاتحاد فقده. النهارده نادي الاتحاد على الاقل كان لازم بالنسبه الشوط، لان انت لو بصيت على الكور نادي الاتحاد النهارده، نادي الاتحاد شايط فوق ال 30 كوره، شايط النهارده 33 كوره 3 بوينت بالظبط الاتحاد، حاطط منهم 9 يعني 33 على 9 تقريبا، 9 على العلم ان هو في الفتره الاولانيه كان لسه نادي الاتحاد قليل جدا، قليل جدا، لا مع كمان في الوقت اللي هو التريتيكال جيم كمان النهارده، يعني انت النهارده في الفتره كتير. الاولى والثانيه انت حاطط 6 كور، يعني انت النهارده في الاولى والثانيه حاطط 6 على 2 كوارتر، حاطط 6 كور 3 بوينت، وكان السكور نادي الاتحاد كله بيعتمد على حته الثلاثه بونت، النهارده منعدمه تماما، زائد ان مفيش ثقه في وقت كده من الاوقات، يعني حسينا فرقه نادي الاتحاد اللعيبه خايفه تروح على الباسكت، بياخد الملعب، بيروح فول سبيد لحد ما بيوصل التكمله لحد الحلقه بيرجع مش موجوده تاني. بلاقي اللعيب راح لافف وراح راجع تاني، عدم تحس ان في يعني ما كانش في ثقه ان اللعيبه تبدا تروح. الحته الثانيه النهارده كانت في نقطه تحول، حاجه حصلت في يمكن في كوره في حاجات برده عشان اللعيبه اللي طالعه، اهميه الريباوند، الريباوند ده ممكن يكسبك جيم، يعني زي كوره النهارده مايكل تومسون اللي شاطها، شايط التوقيت الشوطه ما كانتش مظبوط، مش مظبوط، فرقت معاه بس الاوفنسيف ريباوند اللي عمله سيف سمير، هي دي من احد اسباب المكسب طبعا، دي من احد اسباب المكسب. يا ريت يا جماعه تجيبوها لنا لو ينفع تجيبوها لنا، هي دي اخر كره في الماتش، فرقت مع اللي بيقولوا عليها اخر كره في الماتش، هجمه للاهلي، اخر هجمه للاهلي خالص لما خد قبليها التو شوتس، هيجيبها هي دي النهارده. لو كان النادي الاتحاد عمل الريباوند كان هيقدر ياخد الهجمه، وكانت ممكن الدنيا كانت ممكن هيخش نادي الاتحاد في الجيم، ممكن بقى يحصل اكسترا تايم، ممكن الاتحاد يكسب الجيم ده، لكن الكوره دي انا شايف ان هي من اهم الكور. خلي بالك هي مشتركه ما بين تومسون وما بين يعني سيف، لان تومسون دخل فيها ونطت جت في ايد سيف، بس التاتش الاولاني لو عدوها هتلاقيها انها جايه في ايد سيف. النهارده ميزه برده بامانه في لعيبه ظهرت بامانه، يعني فرقتين ولا فرقه واحده؟ لا في يعني في الاغلبيه اللي فرقه النادي الاهلي، خصوصا يعني انا النهارده عمر عزب عمل شويه يعني صح. النهارده وخصوصا لو خدت بالك في الفتره اللي حصلت في الفتره الثالثه كان مستر اوجوستي كان مطلع مايكل تومسون بره صحيح، اغلبيه الوقت الثالث اللي كان شايل الجيم في التوقيت ده كان عمر عزب واهاب امين وعمرو الجندي، الثلاثه دول وهم دول عملوا فرق، فدي برده بتدي عطى ثقه. النهارده يمكن لما لعيب نادي الاتحاد كوري لما بيطلع بيحصل نوع من الهزه شويه جوه لعيبه نادي الاتحاد، لكن النهارده لما طلع مايكل تومسون بالعكس عطى الثقه، ويمكن الوقت اللي لعب فيه عمر عزب الكره دي هتتعاد اهي. بصوا يا جماعه يعني يمكن كان بيتكلم عليها كابتن ميشو، ياخدها من بدايتها ونتفرج عليها، هي كانت اشرح لنا كده كابتن ميشو. هي هنا الكره كان تقريبا كان في فرق بونت للنادي الاهلي، والكره دي هو طبعا هو لو كانت جت الكره كانت هتبقى 4 بونت، بس هو في التوقيت ده ان انا العب على المضمون بتاعي ان انا العب اخد لا مش دي الكره دي ان انا اضمن اللي قبليها كمان، انا اسف اللي قبليها اللي هي كانت الهجمه اللي قبل دي على طول هنرجع لها تاني. يمكن يعني برضو يعني تومسون كان طول المباراه يعني مش موفق، ولكن يبقى التو شوتس اللي حطهم كلمة سر الفوز طبعا، لأن أنت كده ضغطت الاتحاد إنه لازم يلعب ثلاثة، يعني يلعب على ثلاثية، فأنت لو ما كانش لا قدر الله حط واحدة منهم كان برضو الاتحاد هيبقى عنده تشانس إنه يوصل الحلقة وعنده 5 سنين. فرأيك في دي إيه؟ بص يا كابتن نفسي، إحنا متفقين إن الفري ثرو ده ممكن يكسبك جيم وممكن يخسرك جيم، ممكن يكسبك بطولة وممكن يخسرك بطولة، الفري ثرو ده مهم جدا. هو طبعا خدهم في توقيت، ما هو ده لعيب محترف، حتى ويمكن اللعيبه المصريين بتاعتنا يعني لازم يعرفوا اهميه الفري ثرو. الكورتين طبعا خلوا النادي الاتحاد انه يعني خلاص الموضوع بقى بعيد، يعني كانت تفرق يمكن لو كان جله واحده ضيع هنا ضيع الاثنين كان لسه كان ممكن يبقى الجيم في كلام، انما الكورتين طبعا يعني خلاص هو يعني خلص الجيم. يمكن لو بصيت في التلفزيون ممكن تلاقي الكابتن مرعي حتى في الوقت بتاع التايم اوت ما قعد، يعني خلاص لان خلاص الماتش خلص، الموضوع انتهى. ايوه هي دي بص ايوه عمرو زهران كمان اللي دخل فيها عمرو زهران هنا، معلش هاتوها لي بدري ثانيه او ثانيتين يا جماعه، بس هنا خلي بالك برده يا كابتن هاشم، هو عمرو زهران ما فيش استحواذ، عمرو زهران الكوره خبط الكوره جت ناحيته، يعني الكوره جت ناحيته
فخبط الكرة لكن هو اللي عمل الريباوند او سيف عمل التيب الاولاني وبعد كده راح بالظبط كده. فهو سيف هو اللي طب كابتن انا جات لي دلوقتي يا كابتن كريم الاحصائيات المباراه يعني بفضل الله احنا جبناها من ارض الملعب تمام. يعني انا بعتها لحضراتكم بس يعني هتيجي دلوقتي علينا في الاستوديو هتطلع على الشاشه بس خلينا اقول لكم الاحصائيات. يمكن كان هداف المباراه في النادي الاهلي هو 17 نقطه ايهاب امين. ايهاب امين هو هداف المباراه يا كباتن ب 17 نقطه. يجي وراه 14 نقطة عمرو زهران بالظبط صراحة كابتن سلعاوي. يجي وراه 13 نقطة عمرو الجندي. إذن يبقى نفس الوضع بتاع المباراة اللي فاتت يا كابتن كريم، نفس الوضع نفس الثلاثة هدافين. ويمكن أعصاب تومسون في الكرة دي كانت مهمة جدا. نخش على نادي الاتحاد السكندري. نادي الاتحاد السكندري هداف المباراة 16 نقطة كوري وبستر. في كمان معانا بعد كده بفارق كبير عن عنه طيب هنشوفها دلوقتي جاي بفارق كبير عنه بترصيد 7 نقاط مصطفى عصام. الهجمه اهي بصوا الهجمه يا جماعه من اولها بصوا الهجمه دي كان بونت يا كابتن ميشو. كابتن كريم ممكن تشرح لنا كده؟ تمام. هي الاتحاد بيلعب زون تمام 2-3 وكان الاهلي بيضيع على 24 ثانيه والاهلي تقريبا ما عملش اي حاجه باصه وبعد كده شوطه بس خلاص. التيب فعلا اللي عمله سيف في الاول وبعد كده جت في تومسون وبعد كده ردت لا جت عمرو زهران الاول معلش لا هي التيب الاولاني التيب الاولاني من لا كانت من اسماعيل اسماعيل كان تداخل في اسماعيل ايدي اسماعيل راحت ناحيه عمرو وعمرو ما عملش الاستحواذ ولا الاستحواذ الكامل من سيف سمير. يعني لو بصينا وشفناها تاني هتلاقي ان يعني اول تاتش بعد الشوطه ما لمست الرينج هتلاقي من اسماعيل احمد. الاوفنس بتاع الاهلي كان متاخر شويه الكره فضلت في ايد ايهاب امين تمام. يعني دي برده شوطه زي دي يا كابتن دي يعني الحمد لله توفيق الحمد لله يعني يعني الكره اللي قبلها بص النادي الاهلي كل هجمه دي خلصت جله ويبستر كره يعني الحمد لله يعني الكره هنا في ايد ايهاب امين كتير او هو كنا هو عايز يلعب في اخر 24 ثانيه في الاخر تمام. كان لسه في وقت ان برضو ما نشوطش من دلوقتي كان 10 ثواني يبقى في سيلكشن احسن من كده تمام. بص بقى حضرتك نركز بقى على الريباوند. بص سيف لا وليد اسماعيل زقها اسماعيل جت في وش ويبستر وعمرو زهران قام مديها لسيف امين. طب خلينا نروح لارض الملعب اعزائي المشاهدين ونروح لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع المدرب العام الكابتن احمد الجرحي. اليك الكلمه يا محمد. من جديد برحب بكم مره ثانيه ومكملين لقاءاتنا عقب فوز النادي الاهلي على نادي الاتحاد 63-60 في المباراه الثانيه من 3 مباريات. يعني ان شاء الله فاضل على الحلم وبطوله الدوري باذن الله خطوه واحده. مباراه كبيره النهارده عملها فريق النادي الاهلي. معانا كابتن احمد الجرح المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن احمد يمكن المباراه النهارده صعبه اعتقد اصعب مباراه في ال3 مباريات. بدانا يمكن ما كانش فيه توفيق شويه الكوارتر الثاني والثالث رجعنا وفرقنا كتير. الكوارتر الرابع كان فيه تراجع في الاداء النهارده. يعني كلمنا بقى واشرح لنا ايه اللي حصل في المباراه النهارده. يعني الله يبارك فيك. الاول مبروك لجمهور النادي الاهلي المكسب النهارده. زي ما انت عارف هي دي عادة ماتشات الاهلي والاتحاد السكندري. الماتشات كلها ايكوال جيم لاخر لحظه. طلعنا النهارده 10 بونت وكان جالنا فرصه واثنين وثلاثه ان احنا نقتل الجيم. كان في بعض القرارات الغلط اللي هنشتغل عليها من بكره ان شاء الله في التمرين ان احنا يعني لازم يكون عندنا كنترول اكتر من كده وان احنا نعرف نفنش الكور اللي هي بتبقى مهمه في الوقت ده بحيث ان احنا ما نصعبهاش على نفسنا. الماتش كان في الاخر ممكن يروح ودي يعني ده مش عايز اقول لك ان دي حاجه جديده. دي ماتشات الباسكت دايما بتبقى كده سواء لينا او ليهم. ممكن احنا نرجع ممكن هم يعوضوا ممكن احنا نفوت شويه في الكوارتر من الكوارترات هم يعملوا كومباك ويرجعوا. فماتشات الباسكت كده خصوصا لما يكونوا الفرقتين كبار زي الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري فريق كبير جدا مع كابتن احمد مرعي مدرب على اعلى مستوى. النادي الاهلي الحمد لله بيأدي اداء مميز. بنحاول نتغلب على كل الاصابات اللي عندنا. في لعيبه بتلعب وهي مصابه في لعيبه لسه مصابه بس يعني ان شاء الله يعني زي ما بيقولوا الاهلي بمن حضر باذن الله. كابتن احمد يعني زي ما بنقول الحوافز اعتقد اكبر عندنا. احنا فاضل لنا ماتش واحد وان شاء الله هناخد بطوله الدوري ويبقى موسم تاريخي اللي هو يعني النجمه الكامله او العلامه الكامله من كل البطولات اللي دخلناها. هتتكلموا على لعيبه ايه خاصه ان يعني ما فيش غير فاصل بس هو يوم واحد ما بين المباراتين. هتتكلموا في ايه يعني الاعداد هيكون ازاي في الفتره القصيره دي؟ يعني نفس الروتين اللي احنا بنشتغل بيه. هيبقى في ريكفري النهارده عشان اللعيبه ترجع لحالتها حاله استشفاء يعني بتاعتها وترجع تقدر تأدي نفس المجهود مع نفس الفرقه. بصراحه بشفق على اللعيبه سواء هنا او هنا. هيبقى بكره في فيديو ميتنج وهيبقى في تمرين ان شاء الله خفيف يعني بس تصحيح الاخطاء والفيديو بنشوف فيه اخطائنا ونستعد للماتش الاخير باذن الله اللي هو اللي بعد بكره باذن الله ان شاء الله يبقى الاخير يعني. فيا رب يا رب وتكمل على خير
وان شاء الله نقدر نفرح جمهور النادي الاهلي باذن الله. طمنا بقى على الفريق، يمكن عوده احمد اسماعيل النهارده يمكن مش جاهز يعني كان جاهز طبيا لكن فنيا اعتقد لسه الحساسيه يمكن ما فشلكش فترات طويله، بنفتقد ابو النصر النهارده، يعني اللعيبه المهمه في الفريق وشايف تدعمه ازاي الفتره الجايه؟ بص طبعا احمد اسماعيل، لا بشكره، احمد اسماعيل بيلعب وهو متحامل على نفسه وقد العكس، انا شايف النهارده ان هو بالرغم ان هو ما لعبش اوقات كبيره لكن هو كان مفيد جدا في الاوقات اللي لعب فيها، يمكن ده من احد اللعيبه اللي فرقه معانا. صدقني كل لعيب في ال 15 لعيب اللي في القايمه ليه دور، وكل لعيب مش موجود في السكور ليه دور. بيبقى في ماتشات بينزل فيها، النهارده شفنا ابراهيم الجمال بقاله فتره ما شاركش، النهارده نزل ادى دوره كان احنا عايزين نفتح بيه الملعب، ان هو راجل شويت، هم مش هيسقطوا عليه، هيبقى الملعب مفتوح، هيخلق فرص اكتر لايهاب او عمرو، الناس اللي بتعرف تخش على الحلقه ان هو يعني دايما هيبقى معمول حسابه. اللعيبه اللي بره كلها، مودي الجرحي المعداوي، عمر عزب لما اتصاب، شفنا مودي الجرحي لعب قبل نهائي ونهائي الكاس وادى دوره على اكمل وجه، فالحمد لله الجهاز الفني قادر ان هو يستفيد من اللعيبه اللي في القائمه ال 15 كلهم بنسب متفاوته، كل واحد على قد لياقته البدنيه، كل واحد على قد خبراته، كل واحد على قد فنياته وامكانياته، فيعني الحمد لله احنا كجهاز بقياده اوجستي فاهمين كل لعيب ممكن نطلع منه ايه، او ممكن هو يدي الفرقه ايه، ودي حاجه مميزه انك انت اكيد شايف وبتفرج ان اللي جوه السكور او بره السكور او اللي في الملعب واللي ورا الملعب اكنهم واحد، يعني ما فيش، الروح جميله جدا، اللعيبه كلها عندها هدف ان هي تكسب تفرح جمهور النادي الاهلي، والله ولا مكسب شخصي ولا اي حاجه شخصيه اكتر من الناس فعلا تفرح، زعلناهم كتير قوي السنين اللي فاتت، فان شاء الله باذن الله عازمين ان احنا ان شاء الله نفرحهم باذن الله. ده كان سؤالي ليك الاخير، جمهور النادي الاهلي اللي كله ثقه فيكم السنه دي ويمكن واقف على الفرقه بشكل كبير جدا، والسنه دي واثق ان شاء الله انكم تحققوا موسم تاريخي بكل البطولات. يا رب يا رب تكمل على خير ان شاء الله، ونفرحهم ويفرحوا معانا ان شاء الله. شكرا كابتن، والتوفيق شكرا. المره الاخيره باذن الله. ده كان لقاءنا مع كابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق النادي الاهلي، دايما يا رب النادي الاهلي في انتصاراته وبطولاته دايما يبقى في المقدمه. الكلمه ليكم اتفضلوا. زميلنا العزيز محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا. اجل ضيفي كابتن كريم، عندك كتير برضو تقول على المباراه، احنا اتكلمنا يمكن على اخر لعبه، ولكن حضرتك يعني رؤيتك للمباراه بشكل عام وخاصه الفتره الثالثه والرابعه. تمام، بص يا كابتن هيثم، اولا الف مبروك للاعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، هارد لك لنادي الاتحاد. الماتشات دي زي ما يعني ناخد الاكسبريشن ده من الكوره، انها تكسب ولا تلعب. تمام، يعني في وقت كده عايز الثلاثه بونت زي الكوره بالظبط كده، احنا عايزين الماتش عشان خاطر نفرق نبقى 2-1، فتخش الماتش الثالث تبقى الثقه فيها اعلى شويه. وهو ده التفسير، ان لما بنيجي نبص على الارقام، احنا قعدنا نحلل الماتش كله، لما جينا نبص على الاحصائيات لقينا ان الفرقتين قريبين من بعض جدا. نعم، في التيرن اوفر، في الستيل، في الديفنسيف ريباوند، في الاوفنسيف ريباوند، كل الحاجات دي الفرقتين قريبين من بعض جدا. ولكن نيجي للنادي الاهلي، على انا ليا بس كومنت على موضوع التوب سكورر، يعني ايهاب امين زي ما كابتن سلعاوي قال، هو خد الليد في الشوط الثالث وهو كان السبب ان الاهلي فعلا فرق. عمرو زهران اسهاماته يعني متوازنه، موجوده في كل الاوقات. عمرو الجندي دايما بيطلع في الوقت اللي نقول احنا محتاجين الهجمه دي نجيبها باسكت. نعم، فجاه نلاقي عمرو الجندي هو اللي بيخلص سواء بثلاثه، بس اقول لك الحاجه يا كابتن، او سواء بميديم شوت او حاجه زي كده، اعلى افشنسي ايهاب امين زي ما انت بتقول. دي حقيقه، لان ايهاب امين النهارده فعلا الشوط الثالث 27 افشنسي. بالظبط كده. تمام، فده ياخدنا برده لسؤال في الماتش اللي جاي. الاسماء اللي كابتن طاهر قال عليها اللي النهارده كان الوقت بتاعها قليل، لا قدر الله لو الماتش الجاي حد من الثلاثه دول حصل له نوع من انواع الدروب، لازم حد من اللعيبه دي اللي كابتن طاهر قال عليها بالاسماء اللي لعبت اوقات قليله او اتنين لعيبه يخش تشيل. لو ما حصلش ده هتبقى في مشكله. تمام، ان هم تالت مباراه يعملوها بنفس بالظبط. نادي الاتحاد كوري جايب 16 بونت، غياب كوري في الملعب بتحس ان مفيش قائد لنادي الاتحاد في الاوفنس. تمام، لما كوري بيبقى مش موجود، لان هما في الاول في الاخر الهجمه بتلف، يعني كوري حط 8 بونت في اخر دقيقه بالظبط بالظبط، احنا مش حاسين ولقيناه جايب 16 بونت. تمام، وهو كان بالظبط كده، هو كان السبب ان الاتحاد رجع للجيم تاني. تمام، ف زي ما بقول لحضرتك الماتش ده كان المفروض ان انت تكسب باي شكل من الاشكال. اللعيبه بصراحه الفرقتين وبالاخص النادي الاهلي عملوا ديفنس كويس قوي 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 قوي، عملوا مجهود في الديفنس كويس قوي. لسه برضو عند نفس التعليق بتاعي، ان الاهلي ما لعبش النهارده زون خالص تقريبا، يعني في هجمه او هجمتين، ودي حاجه يعني مش متعودين عليها. اتمنى انها ما تاثرش على الفيتنس بتاع اللعيبه في الماتش اللي جاي. نعم، وخليني اقول لك يا كابتن، من الاحصائيات اللي جات لنا من ارض الملعب، اكتر لاعب لعب في النادي الاهلي هو تومسون 32 دقيقه كابتن سلام،
تاني اكتر لعيب لعب في مين 31 دقيقه او اولموست الاثنين لاعبين 32 دقيقه الاثنين لاعبين 32 دقيقه سواء تومسون او ايهاب امين بعديهم يجي عمرو الجندي 27 نقطه بس هنا سؤال يا كابتن تومسون 27 دقيقه سؤال كابتن سلعاوي ليه ايه سر اعتماد كابتن مستر اجوستي برغم ان احنا يعني كجمهور ومتابعين ممكن نقول تومسون مش فورمه تومسون يعني مش كويس طب ليه بياخد 32 دقيقه وجهه نظر مستر اجوستي ايه يا كابتن سلعاوي وجهه نظره ان هو بيقدر يحقق ما في دماغ المدرب لا. بيقدر يمشي له خططه بيقدر يمشي له هجومه بيقدر يمشي له بقائد في الدفاع بيعرف يفضي اللعيبه عشان تاخد شوت كويس اعتقد برضو هو مناسب للفرقه دي لا. لان عندك اكتر من هداف عندك هتبقى في مشكله لو جه صانع لعب بيحب يلعب على الباسكت او كده لكن انا اعتقد تصميمه عليه هو لاقتناع المدرب بيه وان هو شايفه ان هو بينفذ له كل الخطط المطلوبه منه نعم يا كابتن خلينا برضه اقول لحضرتك بعض الارقام ونقولها مع بعض ونحللها البوينتس فروم تيرن اوفرز يعني انت النقط اللي تحقق لكل فريق سجلها من نتيجه انه حصل تيرن اوفر عليه يعني قطعت الكره ورحت حطيت باسكت نادي الاهلي حاطط بوينتس فروم تيرن اوفر 17 نقطه تمام و الاتحاد حاطط 13 نقطه يعني الاهلي اكتر بس ده يا كابتن يعني تالي يا كابتن طاهر يفسر ان يمكن الاتحاد اتعمل منه او عمل تيرن اوفر كتير صح يا كابتن طاهر بالظبط خليني اقول لكم حاجه غريبه انا بصراحه يعني مش مصدقها بوينتس فروم بينت اللي هو يعني النقط من الزون من تحت الحلقه النقطه المدهونه اللي تحت الحلقه عندك الاهلي حط 48 حط 13 حط هقول لك بالظبط بنسبه 48% نسبته 48% نادي الاتحاد 47% لا هنا احنا بنتكلم ان الارقام قليله طب ازاي الاتحاد يعني الاتحاد كده لا الاتحاد لعب فرقه جامده تلعب بره وجوه كده انا انت لو تبص لسكور الثلاث ماتشات هتلاقيه ده اقل سكور فرق هو في الماتش الثالث يعني معنى ليه عشان كل الاحصائيات قريبه غير اللي فات يعني مثلا هنيجي نبص في الاكسترا تايم الاهلي جاب باسكت ايوه والاتحاد اعتقد جاب 11 بونت 11 بونت النقطه دي برده كانت ده طبعا 11-2 ستاتستيك تلاقيه في فرق عشان كده كان صحيح. الماتش الاولاني 13 بونت اعتقد فرق لل 73 بس يا كابتن برده يعني في برضو رقم معلش برضو بنحلله مع بعض احنا قلنا الكور اللي جايه من تحت الحلقه دي نسبته 48 ولا نسبته 47 ولكن مش بالنسبه بقى هنا بالكام نقطه النادي الاهلي جايب 13 باسكت من تحت الحلقه من اصل يعني 26 بونت نعم اصل 27 اللي هي يا كابتن الاهلي جايب 13 بونت من اصل 27 بونت لا 13 محاولة من 27 محاولة من 27 من اسكورها يعني كام نقطة 26 نقطة من سكور يعني حاجة و40% الاتحاد 9 من 19 برافو عليك تمام بص يا كابتن هيثم دي معناها ايه بقى يا كابتن كريم دي معناها في يعني خلينا نتكلم على النادي الاهلي البيفوتات عندنا واخدة ثقة انها تلعب بس عندها ميس كتير تمام الاتحاد على العكس الاتحاد بيلعبوا عدد ترايات قليل من تحت الحلقة تمام بس بيجيبوا منها كتير الاتحاد عنده مشكلة في الاوفنس ان هو بيخرج من السكرين بدل ما الجردات بتاعته بتكمل توصل الحلقه فالبيفوت بتاعنا يقابل يعمل اسيست لا بيرجعوا تاني تمام عشان يشوطوا او ازمه الثقه اللي كابتن ميشو قال عليها ودي بانت قوي 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 النهارده الجردات بتطلع من السكرين قدامها الطريق للحلقه فاضي بياخد خطوتين ويقف يدور على كوري بره يوقف يدور على البيفوت بتاع الاتحاد اللي بيفتح بره تمام وهو ده اللي يعني مسبب النسبه دي ده في وجهه نظري يعني 18 بونت من البينت البين بوينت من اصل 60 نقطه حطيتها للاتحاد ده رقم قليل جدا يعني الاتحاد بنسبه كبيره بيعتمد على الاوتسايد الاوتسايد وده برضو على فكره سلاح ذو حدين طيب خلينا نروح لارض الملعب وزميلتنا منى المنيسي ولقاء مع احد نجوم اللقاء الحقيقه من وجهه نظر الاستوديو التحليلي وصاحب الريباوند الاخراني او الاوفنسيف ريباوند اللي جاب المباراه سيف سمير اتفضلي يا منى كابتن هيثم من جديد طبعا برحب بيك وبرحب بنجومك وضيوف الاستوديو التحليلي وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي واللحظات بعد عقب فوز النادي الاهلي في جوله الثالثه من بيست اوف 5 ومعايا في هذه اللحظات واحد من نجوم مباراه اليوم كابتن سيف سمير كابتن برحب بيك والف مبروك على مكسب النهارده الله يبارك فيك وبرحب بكابتن هيثم وكابتن سلعاوي وكابتن طاهر ومش عارف مين اللي في الاستوديو تاني بس يعني برحب بيهم كلهم يعني بقول لهم الف مبروك
شفت الماتش النهارده ايه؟ انتوا كنتوا مضغوطين، المباراه بدات بشكل وانتهت بشكل، وكان في النص بشكل ثالث خالص. طبعا هو يعني احنا كنا مضغوطين، لان يعني ده ماتش من يعني ده تقريبا يعتبر من اهم ماتشات السيريس. كنا نازلين مركزين قوي زياده عن اللزوم، وده كان واضح. يعني حتى احنا كنا في الديفنس كنا مركزين، في الاوفنس ما كانش في توفيق قوي. لما جه بدا يجي التوفيق قدرنا نركب الجيم تاني، وقدرنا نمسك في الجيم اكتر يعني الحمد لله. فكره البي اوفس او البيست اوف 5 بتبقى عامله زي مقارنه، هل هي اجهاد كبير مقارنه بفرق ماتشات الكاس مثلا اللي هي ماتش واحد بيحدد مين البطل، ولا دي بالنسبه لكم بتبين مين فعلا اللي يستحق ان هو يكسب البطوله؟ لا طبعا هي يعني اصعب بكتير من ماتشات الكاس. احنا بتلعبي خمس ماتشات، لا يعني مجهود بدني وذهني وكل حاجه، يعني لازم تفضل مركز من اول ماتش لغايه يعني كل ماتش تاخده ولغايه خمس ماتش يعني. فلا طبعا يعني اصعب بكتير جدا يعني. ايه اللي حصل في الاخر؟ في الاخر انتوا كنتوا واخدين ليد الماتش وماشيين كويس جدا، وبعد كده حصل تراجع في حاجات كتير قوي ضاعت، جليتوا كتير، ايه اللي حصل في الاخر؟ طبيعي يعني احنا يعني ممكن يكون حصل يعني شويه رعونه مننا شويه، بس احنا كلنا لعيبه كبيره وقدرنا ان احنا نمسك في بعض تاني ونلم بعض تاني، وقدرنا ان احنا نعمل جود ديفنس في الاخر حتى، وربنا وفقنا بعد كده يعني. من النهارده للماتش اللي جاي بعد بكره ان شاء الله، شايف انه ايه اللي هيبقى مطلوب منكم؟ طبعا ريكفري، هتعملوا ايه من دلوقتي لحد الماتش اللي جاي؟ الماتش اللي جاي يعتبر اصعب ماتش في السيريز كلها. انت داخله انت يا تكسبي تاخدي البطوله يا تخسري لا قدر الله، والسنه يوم كمان. فذهنيا وبدنيا احنا طبعا كل الفرقتين يعني ما بقولش الفرقه بتاعتنا تعبانين، بس الذهنيا اكتر جاهز هو اللي هيقدر يكسب يعني. كابتن سمير طبعا، سيف سمير طبعا، بشكرك والف مبروك على مكسب النهارده. فيك شكرا. كابتن هيثم مره ثانيه، يعني ده كان كلام طبعا كابتن سيف سمير، وانه الماتش طبعا كان صعب. في الاخر الماتش اللي جاي اكيد هو اللي هيحدد البطل ان شاء الله. ان شاء الله البطوله تبقى يعني نتوج النادي الاهلي يتوج بلقب هذه البطوله، وبالتوفيق اكيد لكل لاعيبه النادي الاهلي. العوده اليك مره ثانيه في الاستوديو، اتفضل. منى المنيسي زميلتنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا. يمكن زي ما قال سيف سمير، الوضع وضع تركيز. يعني انت دلوقتي ممكن تبقى مجهد، احنا مجهدين الفرقتين، ولكن اللي بيحافظ على تركيزه لاخر وقت بيكون هو الاقرب للفوز. كمان التوفيق مهم جدا. يمكن الكره الاخيره اللي عدناها لحضراتكم الشوطه 3 بوينت اللي شاطها كوريا، يمكن كانت شاطها اوت اوف بوزيشن بس كانت ممكن تيجي، وردت الناحيه الثانيه خدنا اوفنسيف ريباوند وجبنا تو شوتس. يعني التوفيق يعني بيبقى مهم جدا في اللحظات الاخيره. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا وتغطيتنا المستمره عن لقاءات او سلسله نهائي دوري السوبر لكره السله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ويبقى يعني الحقيقه في وجهه نظري انا نجم اللقاء هو التحكيم، بامانه التحكيم وطاقم التحكيم الاجنبي البولندي و يعني سولفي والماتش يعني بامانه مشي بشكل يعني تحكيم اكثر من رائع الحقيقه. مسطره واحده على الكل، حتى لو عملت الخطا اكثر من مره. النهارده كابتن كريم عمر طارق بيعمل اثنين موفينج سكرين بتسافر عليه كورتين ورا بعض. عندك النهارده فوده دوله بيتحسب عليه ثلاثه تكنيكال فاول، وانا اتحدى اي حكم مصري يقدر يصفرهم، اتحدى وبقول الكلام ده على مسؤوليتي، ان حكم يقدر يصفر في ماتش زي ده على لاعب واحد ومن الاتحاد السكندري ثلاثة تكنيكال فاول، يا صعب جدا. والوفوده بتحسب عليه ثلاثة سيميوليشن. الكلام ده يا جماعه لازم يتحط تحتيه خط، وده درس كبير جدا لحكامنا. لو سمحت ما تشوفش يعني ما تبصش على لون الفانيلا، ولا تبص على الساعه، ولا تبص على التايم، انت تبص بس على اللي بيحصل جوه الملعب. الحقيقه التحكيم ده للاسف وانا اقول على مسؤوليتي وبشيل حرجه عن كل ضيوفنا في الاستوديو، التحكيم كشف للاسف عندنا ازمه كبيره جدا. ده اللي بيحصل فريق المستوى الاول، ما بالكم في قطاع الناشئين والناشئات بيحصل ايه؟ يعني انا بقول لكم ان عندنا ازمه حقيقيه، ولازم نواجه ازمتنا عشان كره السله تبقى احسن. مش هنقدر نجيب حكام اجانب طول الموسم، ولكن احنا جايبينهم في الفاينل. طب ماذا عن باقي الموسم؟ ماذا عن باقي الفرق؟ احنا عندنا ازمه حقيقيه في التحكيم. النهارده الحكام الاجانب بيحط يعني بيورونا دروس في علم التحكيم، اصبح علم. النهارده الحكام فت بدنيا، الحكم زيه زي اللاعب فت بدنيا. النهارده معلش انا اسف بطول في الموضوع ده وبشيل الحرج من على ضيوفي، بس انا بقول الحقيقه. النهارده لما يتصفر ثلاثه تكنيكال فاول على دوله، صفر فاولين على عمر طارق، ما بقولش بس ناحيه واحده،
عمر طارق صف عليه اتنين موفينج سكرين في اول دقيقتين، طلع بره الجيم طول الماتش مفيش حاجه، راح الحكام صفروا. يمكن احنا اول مره في انا يعني في تاريخي في كره السله اول مره اشوف اشاره السيميوليشن في مصر، وبقول الكلام ده يا جماعه والله على مسؤوليتي، الاشاره بتاعت السيميوليشن بتاعت التحكيم اول مره في حياتي 35 سنه بلعب باسكت بول عمري ما شفتها في الملاعب المصريه. النهارده الحكم بعد اول كوره حكم راح للكوتش في الاتحاد قال له خلي بالك كابتن احمد مريم وهتهنى اول كوره في الماتش يا جماعه، قال لك انت عندك سيميوليشن، وراح المحكم الثاني كلم فوده قال له خلي بالك انا هصفر على السيميوليشن. فاذا النهارده الحكام هم نجوم اللقاء وهم اللي طلعوا المباراه بالشكل ده بامانه، مش شايفين لا وقت ولا سكور ولا اي شيء. يعني ده رايي، يعني ما اعرفش يا كريم رايك. لا بص يا كابتن هيثم انا معاك، بس احنا برضو عايزين يعني ما نقصوش على التحكيم المصري قوي، لان هو ده اللي يعني ده اللي هيشلك البطولات قدام. انا مش بقصد، ولكن دي حقيقه ولازم نواجهها. تمام، بس زي ما احنا بنقول كده، احنا برضو احنا من حقنا يبان لنا ايه خطه تطوير الحكام على مدار الفترات اللي جايه. تمام، لان زي ما انت حضرتك بتقول، انت لما جبت حكم من بره احنا شايفين الاعتبارات اللي احنا كنا بنشوفها ساعات في بعض معلش خلينا اوضح حاجه يا كابتن كريم. يمكن ان حكمنا الكبير كابتن وائل ابو العزم يصلح لي معلومه، واتحسب عليه 3 سيميوليشن في مباراتين. صح، اشكرك يا كابتن. تمام، لانه هو مش ما ينفعش تحسب عليه 3 كده. انا معاك 100%. انا اول مره برضو اشوف يعني اشاره السيميوليشن كتير. انا اول مره اشوف اشاره السيميوليشن برضو في مصر انها فعلا بتصفر. احنا طبعا هنستفيد من التجربه دي كويس، ولكن هي زي ما بقول لحضرتك احنا محتاجين احنا كانديه وكلاعيبه لازم. بص يا كابتن بص، يمكن الكره دي هتبان هنا السيميوليشن. لا مش دي يا كابتن، كان هجمه للاتحاد. هنكمل كمل كده يعني. دي الكره بتاعت عمر طارق، دي الكره بتاعت طارق. معلش ادوهالنا تاني يا جماعه، معلش احنا ما نعرفش كانت هتتعاد ايه. يعني عمر طارق عمل موفي سكرين، وده كان ما شافش، الراجل نازل شاف موفي سكرين صفرها الثانيه، وحتى راح جاي بعديها راح مصفرها تاني. واجوست ما كانش بيعترض على الموفي سكرين، اجوست بيعترض انه عايز تتحسب الثلاثيه. صح، مش بيعترض على حسب الفرق. بيقول لك انت حسبت اديني يعني احسب لي ثلاثيه واحسب فاول. فيعني الموضوع هنا الهجمه الثانيه بتهيألي دي بتاعت السيموليشن يا كابتن، تهيألي يمكن هنشوفها بعد كده، لان هو في الاول باين يا جماعه انا مش هسيب حاجه، انا هصفر على كل حاجه. دي هجمه عاديه جدا كانت موجوده للاتحاد. ده بدايه الماتش. لا ودي بدايه الماتش. لا يمكن الكره اللي بعديها خليها ماشيه يا جماعه لما تيجي هناخد بالنا. يعني اتفضل يا كابتن كريم. زي ما بقول يا كابتن هيثم، احنا فعلا شفنا حاجات احنا يعني مش متعودين ان احنا نشوفها في الملاعب عندنا. ادي موفينج سكرين تاني على عمر طارق. بالظبط، وبنتكلم على ان التحكيم مسطره فعلا واحده، حتى لو في اخطاء هنا هي نفس الاخطاء هنا، الحكم اللي بيشوفه بيصفره. تمام، ما عندوش اي مشاكل في اي حاجه خالص. فده مخلي على الاقل اللعيبه مركزه في اللعب بس. نعم، تمام. فطبعا ده درس للحكام عندنا، ولكن الحكام عندنا محتاجين يعني خطه تطوير على الاقل تكون واضحه برضو للانديه، عشان نقدر نشوف الكلام ده ونلمسه على ارض الملعب. الحاجه الثانيه في الماتشات المهمه زي دي، احنا خلاص شفنا التكنولوجيا بدات تخش في التحكيم، لازم برضو نساعدهم. ده برضو لازم مش هو الاي ار اس بس، الاي ار اس لازم يبقى موجود في مصر. تمام، بحيث ان هم يقدروا يرجعوا له في اي وقت. بس لسه ثقافته ما هياش منتشره قوي برضو. انا ما اعرفش يعني بيستخدم امتى، هل لي اطلبه في اي وقت، طب اللعيب عارف يطلبه امتى، طب الحكم عارف يوقف امتى. دي حاجه برضو لازم تخش الملاعب عندنا، حتى على الاقل في الايه في الفاينل اللي احنا بنتكلم فيه ده، انها تساعد شويه. هو احنا دوله يعني مش يعني الكره اللي فاتت حسبوك، الكره اللي فاتت دي لحضرتك حسبوك على عمرو زهران. انا اقول لحضرتك برضو حاجه يا كابتن هيثم، اللعيبه برضو بتاعتنا والمدربين برضو عارف اللي هو الانسان عدو ما يجهله، فهم برضو مش على طبيعتهم اللي بيبقوا عليها مع الحكام المصريين، عشان هو عارف ان ده حكم جاي من بره. لو اخذ نفس رد الافعال اللعيبه بتعملها، تمام، هيلاقي رد فعل من الحكم هو مش متوقع. يا كابتن انت في جزء من الالتزام اللعيبه ملتزمه بيه يا كابتن كريم، فهي تو واي. لما تديني حقي في الملعب انا مش هعترض. يا كابتن ملهاش دعوه بمدرب اجنبي ومصري. طب ما في حكام مصريين بيبقوا موفقين في بعض الماتشات، ما بقاش في اعتراض عليهم. لا سوري يعني المقاطعه، هي ثقافه التحكيم، كلتشر بتاع التحكيم في مصر هو ده اللي مختلف. انما احنا عندنا حكام كويسين وحكام في منتهى النزاهه. لا احنا يا كابتن لا بنتكلم، هم نزاهه ما فيش شك، ولكن بتكلم على الناحيه الفنيه للحكم. واحنا بلد مش صغيره، احنا
احنا كنا بنصدر احنا الحكام للناس بره، هم بيطلعوا بره بيعملوا احلى ماتشات وبتعتمد عليهم في بطولات كتيره. لكن انا عايز اقول برضو ان ده قانون فبتنفذ، انت بتنفذ قانون. ما هو ده يعني ثقافه التحكيم قانون. مثلا ايه لما الاقي فرقه كسبانه كتير؟ لا معلش يا كابتن انا بعترض على حضرتك يا كابتن، اسمح لي يعني. حضرتك بتقول هم بيحكموا بره كويس، حكموا كويس فين بره؟ انا ما شفتش حكم عندي بيحكم بطوله اوروبا، انا ما شفتش حكم عندي بيطلب في كاس العالم. بس افريقيا بيطلبوا في افريقيا يا كابتن، افريقيا ما لازم اطلب. انا جزء من كارت افريقيا، انما انا ما شفتش حكم برضه يا كابتن. انا ما شفتش حكم بيستعان بيه في دوري ثاني. بص عايز اقول لك انا برضه شايف في حكام راح كاس عالم في اكتر. انا شايف ان برضه هو موضوع مش عيب ان احنا في الماتشات الفاينل نجيب حكام اجانب، ده مش عيب عادي. اللعيبه الحكام بتاعتها بتستفيد، اللعيبه برضو بتستفيد، حق مشروع للانديه. ده مش اصلا انت مش لازم تطور بالحكام بالظبط، سواء بالدراسات يعني. انا مش هديهم بس قانون، انا بحديهم فكر تطبق القانون وتطبق روح القانون وتغير الفكر بتاعنا في السفاره. وممكن يحصل الى حد ما زي ما بيقول ان هي والجميع استفاد، احنا استفادنا من اللي شفناه في التحكيم. لا وانت كمان تعمل له. طيب هو انا بسال سؤال بس يعني، انا النهارده عجبني جدا السبورت اللي هتعمل من حكام مصر على السوشيال ميديا تاييدا لكابتن سامح استفانوس النهارده، وتاييدا وقفوا جنبه بتاع حاجه عظيمه جدا. بس لازم الحكم هو يساعد نفسه، لازم الحكم يطور نفسه، لازم الحكم يشوف نفسه. ولازم الاتحاد عليه دور انه يطور التحكيم بالظبط، يطورهم باي طريقه. هي دي ان انت تجيب تعمل دراسات وتعمل ندوات وتعمل زي ما بيقولوا كده تجيب حكام من بره وبرضك يديهم الفكر بتاع التحكيم. بس يا كابتن اقول لحضرتك حاجه يا كابتن، يعني احنا انا بقترح اقتراح، يمكن احنا كنا اول برنامج وانا بقول الكلام ده يعني، وانا عارف انا بقول ايه، اللي احنا قلنا محتاجين حكام اجانب في الفاينل، لان شفنا كذا دوري وكذا مباراه خسر الفرقه خسرتها نتيجه اخطاء تحكيميه في الثلاث اربع سنين فات، والاتحاد مشكورا خد خطوه انه جاب الاجانب، ودي حاجه خطوه جميله جدا. ليه ايه المشكله ان يمسك رئيس لجنه الحكام اجنبي؟ انا ما جايب مدير فني اجنبي يا جماعه، ما اجيب رئيس لجنه اجنبي، رئيس لجنه حكام اجنبي ويدي خبراته. دي فكره جميله جدا. انا برضه اقول كده، انا مش عايز ان انت هتجيب حد الدنيا يديهم الفكر بتاع التحكيم اللي بيحصل في العالم كله واللي احنا صح. عندنا بس حاجه خلي بالك بقى كوتش، يعني انت في حاجه دلوقتي انت كده بتفقد يعني حاجه كبيره بالنسبه للحكام، بتفقد الثقه بتاعت الحكام. خلينا بس نتكلم بصراحه يعني، في حته برضه الحكم هو اللي يدي نفسه الثقه يا كابتن. يا كابتن هيثم في حاجه بيبقى في عوامل مساعده النهارده، مع احترامي للنادي الاهلي ونادي الاتحاد كجيم او اي فرقه الجزيره زمالك اي اتنين، النهارده تعال اتفرج لما الثلاث حكام بيبقوا مصريين النهارده، وقلناها قبل كده، المدير الفني والمدرب العام ومساعد المدرب والدكتور والاداري والناس اللي قاعده مش عارف ايه، كل الناس دي يعني بقيتك ونازلين جوه الملعب وعمالين يتكلموا. مظبوط، عشان مش بياخد حقه. ما هو الكابتن مش بياخد حقه، ما هو لازم يعترض. انا معاك النهارده، لان برضو في زي ما بنقول في حاجات المفروض ما بتحصل. كمان نفس الكلام، احنا عندنا المشكله يمكن اللي باين قوي في الحكام، اللي هو بعد الحكم ما بيجي يصفر اللي هو عايز يدي مبرر. انت ما تديش مبرر النهارده، لو بصيت للحكام الاجانب النهارده في الملعب بيصفر الصفاره بتاعته وبياخد بعضه وبيبعد، لا بيبعد عن طريق البنش، بيبعد عن طريق اللعيب. هي دي بقى الفكر، ما هو ده الفكر يعني. الفكر والثقافه بتاعه التحكيم بره لازم تتنقل. كابتن طاهر هنا هو بيروح علشان عايز يقدم مبرر، هو بيروح عايز يقدم مبرر. انت ليه تقدم مبرر؟ صفر صفارتك وامشي بالظبط كده، خد الصفاره بتاعتك وامشي. انت واقف تعمل ايه؟ بحس ان الحكم اللي هو ذكي جدا ان هو يصفر الصفاره ويروح الناحيه الثانيه ويغير مكانه. طب كباتن استاذنكم نطلع لارض الملعب ولقاء مع محمد توفيق واحمد مهيب من ارض الملعب، اتفضل يا محمد. من جديد بتواصل معكم مكملين لقاءاتنا عقب فوز النادي الاهلي على الاتحاد 63-60 في مباراه كبيره، والحمد لله بيوصل رصيدنا لمباراتين من ثلاث مباريات، وان شاء الله فاضل مباراه واحده يحقق الحلم والفوز ببطوله الدوري سوبر المحترفين. معانا واحد من نجوم الفريق كابتن احمد مهيب. يا كابتن احمد الف مبروك، مباراه صعبه بتواصل الفوز للمباراه الثانيه على التوالي، كان المباراه راحت وجات كذا مره، لكن اعتقد كنتوا قد المسؤوليه وحققتوا فوز كبير النهارده. الله يبارك فيك. اولا الحمد لله على مكسب النهارده، يعني مكسب تبت له الروح.
ماتش مش سهل خالص، خصوصا ان كان في عدم توفيق معظم اللعيبه يعني في التصويبات، بس الحمد لله يعني الماتش خلص بديفنس في الاخر، وقدرنا ان احنا نحسم يعني الفوز الثاني الحمد لله على التوالي، وان شاء الله ربنا يكرمنا بالفوز اللي جاي باذن الله بعد بكره عشان نقدر يعني ان شاء الله نتوج ببطوله الدوري. يعني اكتر من مره بعد ما بعدنا باكتر من 10 بونت رجعت النتيجه تاني، كانت قريبه جدا، يمكن الكوتش خد وقت مستقطع، يعني اهم التعليمات اللي قالها لكم خاصه ان الاداء اتغير كتير جدا بعد كذا وقت مستقطع اخده. طبعا هو التعليمات بتبقى واحده يعني بخصوص بس يعني ازاي بندافع على السكرين وازاي ندافع على مفاتيح اللعب عندهم، نفضل مركزين في اللعب. شكرا يا محمد. يمكن الارسال قطع من ارض الملعب، ويعني نرجع لموضوعنا تاني وهي مباراه اليوم. يعني برضو انا يعني مش طبيعي يا كابتن كريم ان انا اقعد 35 سنه في ملعب ما اشوفش اشاره السيميوليشن. لا يا كابتن كريم هو مش طبيعي، انا بشوف علم تاني. لا لا انت عندك حق، بس انا زي ما بقول لك انا مش عايز الموضوع يتاخد بشكل عاطفي، خلينا ناخد الموضوع بشكل بروفيشنال شويه. الحكام ما يزعلوش من موضوع ان جه حكام اجانب في فاينل زي ده مجهود سنين، فرق صرفه ملايين، تمام؟ حتى لو ناخدها فرصه ان احنا كلنا بنتعلم، اللعيبه بتاعتنا بتتعلم، الاتيتود بتاعها الانضباط منه على الحكم، وانت حضرتك كحكم بتشوف حكم بيدي الصفاره زي ما بيقول ولا يلقي لها بالا، يعني هي انا شفت حاجه صفرتها، هي السكور كام، الفرق ايه، تتصفر ولا ما تتصفرش. احنا يعني في حاجات كتير بنقول ايه ان الكور دي في اخر الماتشات ما تتصفرش، الحكام دي ما عندهاش الكلام ده. بس خلينا نقول حاجه يا كابتن، تمام؟ فمش عايز الموضوع يتاخد بشكل يعني في ازاء نفسي للحكام اللي عندنا، نبقى بروفيشنال شويه. نحيي الاتحاد بامانه، الاتحاد السله، انه قدر ان الفرقه دي صرفه ملايين، تمام، وان الفرقه دي جايب اجانب وعامله، وشاف ان الطلب طلب مشروع، يعني طلب مشروع. يعني الاتحاد السله ما عانتش وقال لا انا مش هجيب حكام اجانب ولازم اعمل، يمكن استفاد من اخطائه السابقه، ودي حاجه احنا نحب نشيد بيها، ان برضو انت عندك حسيت ان المباريات ممكن تبقى فيها شد عصبي جبت حكام اجانب، فدي برضو خطوه كويسه. الخطوه بقى الاحلى ان انا اطور الحكام. هو برضو الخطوه الكويسه ان الحكم المصري اللي موجود، الثلاثه اللي حكموا في الثلاث مباريات كانوا مش يعني كويسين ومن احسن الحكام يعتبر، لكن اعتقد ان هم ثانيه واحده بس، اعتقد ان هم استفادوا، وجودهم افادهم وافاد الحكام الاخرين. بالظبط يا كابتن، خلاه شاف. صح، انا بتكلم على الحاله اللي معموله. احنا دلوقتي بنتكلم ايه، ان الحكام المصريين مثلا عاملين دعم جامد للحكم المصري المشارك في المباراه. يا جماعه الموضوع مش محتاج كل ده، كل الاحترام للي حكم وللي ما حكمش، احنا كلنا بنستفيد، واحنا عندنا اخطاء، عندنا اخطاء، عندنا جاب، عندنا حاجه عايزين نوصل لها، نوصل لها، بس الاتحاد الباسكت عليه يقول لنا والله يا جماعه ده في خطه تطوير للحكام وعلى برضه للاعيبه، لان ده طبعا برضه يعني لما الحكم ياخد ضدك اجراء عشان انت برضه كمان تتعلم قدامنا مثلا 3 سنين 4 سنين، تمام؟ خلاص يبقى الحكام المصريين هم اللي موجودين، وصلوا لمستوى عالي، الحساسيه بتاعت الاعتبارات والصفافير والكلام ده كله هتبدا تقل، ولكن لازم يكون في، بس اقول لحضرتك يا كابتن، خطه معروفه. اصلاح التحكيم وجهه نظري لازم يجي من تحت طبعا، دي شغلته. يعني دلوقتي انت بص اللي بيحصل، دي شغلته. بص يا كابتن، دول يعني اللي بيحصل فيه في الدرجه الاولى في نهائي دوري والناس بتعترض، ما بالك في قطاع الناشئين والناشئات، يعني الواحد بيشوف حاجات صعبه جدا. اصلاح الحكام لازم يبتدي من تحت، اطلع بعد 5 سنين جيل قوي بالظبط زي ما بنعمل مع اللعيبه، انما انا دلوقتي هركز على الحكم الكبير، هو صعب خلاص 45 سنه حكم ولا 46 سنه كتر خيره، والراجل يعني حكم كتير. اصلاح الحكام اشتغل اتارجت على اللي عندهم 16 و17 سنه، تتربيهم على سوري يعني بالزبط. يعني تحط الاساس فيهم ماشيين من الاول بالطريقه اللي احنا عاوزينها. كابتن طارق، كان في زمان مدربين كانوا بيدوا ثقافه للفرقه بتاعتهم، لو الحكم اعترضنا عليه كلنا هيدينا مره تكنيكال فاول، في المره الثانيه والثالثه مش هيدينا، لو كلنا الفرقه نزلت لعبت اجريسيف وضربت كان هيصفر مره والثانيه والثالثه مش هيصفر. دي كانت ثقافه فرق، لان هي كانت ده الاتيتيود التحكيم، فاحنا الموضوع معروف وكلنا مش هنحط راسنا في الرمل، الناس كلها عارفاه. في نقطه ثانيه بقى، ان انا يعني من وجهه نظري، ويمكن كمان كابتن مشو معايا في الموضوع ده، ان انا لما اجيب حكم مصري وسط 2 اجانب ده فيها برضك عبء عليه. يعني في الماتش الاولاني شفنا الحكام كل شويه يرجعوا للحكم المصري، كابتن وائل ابراهيم يستفسروا منه ويجيبوه يعيدوا بتاع ده، فيها احراج. انا بدل جبت حكام اجانب خلاص
انا مش لا يعني صح. ما احرجهمش اجيب طاقم صح. كامل اجيب طاقم طاقم كامل يحكم طالما جبتهم خلاص. انما الحكام المصريين على عيني وراسي واحنا في الاول وفي الاخر مش هنستغنى عنهم في حاجات في بطولات كتير وفي اوقات كتير، ولما المساله فيها يحصل فيها تطوير ودراسات وتثقيف بالنسبه للتحكيم وتغيير الفكر التحكيمي مش شرط في القانون بس، ساعتها يبقى ياخدوا فرصتهم ومفيش حاجه. انما اجيبه دلوقتي طب عشان يعني خلينا ننتقل لموضوع اخر وهو الكوتشات الهيد كوتش في الفرقتين. يعني عايز اخد راي برضو كباتن الكبار، يعني طبعا الكوتشات عنصر من عناصر اللعب، عنصر اساسي ده الهيد كوتش. فنقول يعني شوف من وجهه نظر حضراتكم كيف ادار كلا المدربين المباراه. اتفضل يا كابتن سلام. انا بس كنت النقطه دي نقطه مهمه جدا اللي انت طرحتها دلوقتي، وان احنا انا كنت هتكلم فيها او كلنا كنا هنتكلم فيها. ان يعني انا عايز اقول برضو ان خساره الاتحاد النهارده او المباراه اللي فاتت لا تقلل من كفاءه الكابتن احمد مرعي، وان نادي الاتحاد نادي كبير ونادي عريق في كره السله منذ سنوات. كأحمد مرعي من المدربين اللي قدروا يجيبوا بطولات بالنسبه لكل الانديه اللي اشتغلوا فيها. طبعا نيجي لمدربنا ادار المباراه او الثلاث المباراتين الاخرى بحكمه واقتدار، واستطاع ان يستفيد من جميع افراد البنش وحتى المصابين استفاد منهم. فالاثنين مدربين اعتقد ان هم كانوا محضرين كويس للماتشات، اثنين مدربين على مستوى عالي جدا جدا جدا. هي حته توفيق بس صحيح هو اللي بيفرق صحيح. زائد ان خلاص هو دورهم بيعتبر انتهى في المرحله دي، هو الدور على اللعيبه، اللعيبه هي اللي بتنفذ، اللعيبه هي اللي عندها الاصرار والعزيمه، مين اقوى في اصراره وعزيمه وعزيمته هو اللي بيكسب. وده لا يقلل من سواء كابتن احمد مرعي، طبعا كابتن احمد مرعي مدير فني كبير ومن اقدر المدربين الفنيين، يمكن اكبر مدير فني مصري عمل تاريخ، مش كلام مفيش كلام طبعا. كابتن ميشو اجل حضرتك يعني تقييمك برضو لكلا المدربين، شايف حضرتك هل مثلا كان من الناحيه الفنيه من الناحيه التكتيكيه من ناحيه الاعصاب، يعني شايف تقييم المباراه لكلا المدربين ازاي؟ هو في تغيير حصل، في تغيير ايجابي حصل، ان انا اكون ماشي في طريقه مش هي الطريقه الصحيحه للفرقه، وان انا ابدا اعدل الطريق بتاعي ده وامشي في الطريق الصح، وده اللي حصل مع مستر اوغستي. مستر اوغستي في بدايه اول جيم له كان حاسس ان هو هيكسب الجيم في اي وقت، هيكسب الجيم. قصدك ان في ثقه زياده، ثقه يعني لابعد الحدود. نعم. الحته دي هو ادرك ان هو في حاجه غلط، ان الثقه ما تبقاش بالثقه الزياده قوي دي، وهنا بدا يراجع حساباته زي ما بيقولوا، بدا يراجع حساباته، بدا يدير او زي ما بيقولوا في لغتنا انه يسوق الجيم صح في الجيم الثاني. والنهارده الجيم الثالث بقى ماشي نفس السيناريو بتاع الجيم الثاني والثالث، حتى في 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 تغييراته، حتى في لعبه. في يمكن الاول احنا في اول جيم كان بيلعب بحاجه كده احنا اول مره نشوفها، يمكن الجيم الثاني والثالث ما عملهاش، ان هو بيبدا يقف زون مع الفيرست باس. نعم. يبدا يقلب لمان تو مان، كانت حاجه يعني جديده، وحصلت يمكن لخبطه من بعض اللعيبه ان في لعيبه بتلعب زون وفي لعيبه بتلعب مان تو مان. نعم. الحته دي ما ظهرتش في الجيم الثاني والثالث، ما لعبهاش تماما. خلاص ان بدا يلعب اللي هو الريجلر باسكت بول اللي هو ماشي بيه، يمكن هو كان عاطي نوع ديفنس جديد لفرقه النادي الاهلي، هو يمكن يحاول يجربها ما مشيتش معاه، ولكن هو رجع خلاص هو عارف الصواب بتاعه ايه، بدا عارف امتى التايم اوت بتاعه، حتى التغييرات بتاعته يمكن في الجيم الاولاني كانت سريعه جدا، ما كانش اللعيب بيلحق. دلوقتي لا، كل لعيب بيبدا ياخد الوقت بتاعه، سايب اللعيب بتاعه، ما بيطلعش اللعيب عن الخطا، يعني مش لعيب غلط جوه الملعب تلاقيه لا بيتقل على اللعيب شوف الملعب جدا. حتى النهارده يمكن احنا شفنا وقت بتاع سيف سمير ان هو اللي كان عايز يغيره، لا هو ما غيروش عشان الكوره، هو اوريدي كان مجهز تغيير اوريدي من قبل ما الكوره تضيع. فالنهارده هو بدا فعلا يركز. يمكن كابتن احمد مرعي في حته حصلت ان هو كان اول جيم
كان في نوع من الهدوء، يعني كان في نوع من الهدوء. اللعيبه كانت واخده ثقه حتى من اول كوارتر، وده يمكن كان اعلى كوارتر حصل يمكن في الثلاث جيمات ان النادي الاتحاد يجيب 27 بونت. اول كوارتر كان جايب 27 نقطه. صحيح. فبدا بعد كده او بعد اول جيم. صحيح. العمليه تمام. وجوم الجيم الثاني كان في اختلاف تماما. لعيبه النادي الاتحاد ما فيش حته ان هي اصرار على المكسب. بدا الكابتن، خلي بالك يا كابتن، بيبقى ساعات اللاعب يكون يعني بيكون عنده هم يعني لعيبه بشر، ساعات ممكن بيحصل له احباط، ويمكن ده نتيجه يعني عدم توفيق كره واثنين. ويهمني برضو قبل الفاصل يا كابتن كريم اسمع راي حضرتك سريعا في اداره كلا المباريات، كل المديرين الفنيين. لا بص حضرتك، هو طبعا يعني اجوستي هو دلوقتي زي ما بيقول كده بيحصد اللي هو جناه والمجهود اللي هو عمله او السيستم اللي هو عمله طول الموسم. حتى لو هو فنيا انا حاسس ان هو ممكن يكون فنيا قبل كده كان بيعمل حاجات اقوى من كده شويه. نعم. تمام. ولكن دلوقتي عشان انت عملت بيز قوي وخلاص محفظ الفرقه، معرف اللعيبه ايه المطلوب منها، ايه السيستم اللي انت عايزه، لعيبه عارفه المدرب بيزعق في ايه وما بيزعقش في ايه. حتى لو المدرب مثلا ممكن يكون ما خدش باله في تغييره، ما خدش باله في قلبه مثلا نوع من ديفنس ده. نعم. على اعتبار ولكن ان نعم. الفرقه حافظه هو يعني. صحيح يا كابتن، انا بشكرك يا كابتن إيه؟ كريم بامانه انت يعني وكابتن يعني مرعي طبعا يعني تاريخ كبير. اكيد مفيش كلام. معلش احنا الوقت يعني اذب بينا يا كابتن كريم، بشكرك شكرا جزيلا كابتن كريم. انا بس انا كلمه سريعه بس يعني بالنسبه لفرقه النادي الاهلي، ان يعني النهارده وبكره اليومين دول مهمين جدا للكابتن مولي الجرحي والكابتن ابراهيم الجمال. انا عارف ان مشاركتهم ممكن تكون قليله، لكن هم طول السيزون عاملين مجهود، هم الليدرز بتوع الفرقه، عاملين مجهود نفسي مع اللعيبه مهم جدا. اليومين اللي جايين دول الكلام اللي هم هيوصلوا للعيبه، ويعني ايه فرقه تكسب دوري، يعني ايه جمهور النادي الاهلي لما تكسب دوري، هتشوف الجمهور هيبقى عامل معاك ازاي. ده دورهم اللي هم قايمين بيه من اول السيزون، يمكن ما جاتش فرصه ان احنا نتكلم فيه. صحيح. ولكن انا متاكد ان اليومين اللي جايين دول هما الاثنين عليهم عامل ان هم يجهزوا اللعيبه نفسيا كويس جدا جدا. نعم. جدا للماتش الاخير. شكرا جزيلا كابتن كريم، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. كابتن ميشو نجم نادي الاتحاد ومنتخب مصر، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا بك يا كابتن هيثم، والف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك نادي الاتحاد. كابتن سلعاوي بشكرك، نورتني وشرفتني. بس بعد اذنك انا بايد احمد الجرحي عامل مجهود هو ورامي بصراحه، يعني هو في حته بس نصيحه صغيره بس، يا بعض القرارات الخاطئه واخد بالك لازم نستفيد منها في الاوقات القاتله اللي اتكلم عنها احمد الجرحي. أكيد. دي برضو نقطه هامه، زائد ان انا عايز برضو اقول ان الاحتفاظ بالكوره وان شاء الله، ومبروك لينا ومبروك وهارد لك النادي الاهلي. شكرا جزيلا كابتن طاهر رجب نجم نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. لا احنا اللي متشكرين يا كابتن هيثم، وان شاء الله باذن الله يعني النادي الاهلي يفرحنا ان شاء الله. كابتن ان شاء الله. اعزائي المشاهدين بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه. ده كان جوله جديده من جولات استوديو الابطال، انتظرونا في جوله جديده ولكم منا كل الشكر والتقدير.